السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب. اليوم أحداث كتيرة دلوقتي في الرياضة، كل يوم حدث، كل يوم قصة، وكل يوم موضوع. النهاردة قناة الأهلي هي حديث المدينة، النادي الأهلي بيفسخ رسميا مع شركة مسك المتعاقد معها مع قناة الأهلي، وفي الحقيقة شوية أزمات النهاردة ودربكة في النهاردة. عدد كبير من الموظفين دخل وأخذ المكتبة اللي موجودة، بقت دلوقتي تحت إيد النادي الأهلي. أيضا برضو يعني هناك شوية خطوات كده وشوية حاجات، وهناك شوية خلافات مع الشركة، ولكن خلاص الأهلي سيطر على الموقف. الأهلي أخذ المكتبة، وأعتقد أن الأهلي لربما أن هو يمضي تعاقد مع شركة جديدة النهاردة. هنحاول نجيب لكم الأطراف، يكون معانا الموضوع بالتفصيل. عايز أقول لكم برضو عشان بس الأمور برضو تبقى واضحة، برضو انفرضنا قبل كده وقلنا الزمالك بيستعد لظهور قناة الزمالك، وفي ناس موجودين من مصر في مصر بقالهم حوالي 24 ساعة شغالين على قناة الزمالك، وعايزين يعملوا برزنتيشن عليها بشكل قوي جدا، وبيحطوا الخطوط العريضة بتاعة القناة. وأعتقد أن قريبا جدا برضو نادي الزمالك هتشوفوا قناة الزمالك. يعني دي الحقيقة وجهة نظري، يعني أو دي كواليسي أنا آسف، بشكل كبير معلومات مؤكدة إن شاء الله بإذن الله. فأعتقد أن الفترة الجاية هتشهد وجود عدد قنوات كتير رياضة، وده شيء الحقيقة طيب جدا. وقلت قبل كده أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن القنوات الرياضية تكون كبيرة جدا، يعني اللي موجودة كل الناس نجوم وكل الناس هتشتغل، وهتبقى في تنافس قوي جدا، وده شيء الحقيقة طيب جدا وظاهرة صحية جدا. برضو النهاردة هيكون معانا تغطية من المنتخب الوطني من تنزانيا، وهيكون معانا برضو بعد قليل إن شاء الله بإذن الله مهيب عبد الهادي، وتغطية خاصة من هناك. دي تغطية دلوقتي من فندق الإقامة للمنتخب الوطني من تنزانيا مباشر. أعتقد اللي واقف قدامنا ده شريف، لا مش واحد، ده شريف أعتقد. شريف يعني الحقيقة هو المسؤول عن الشركة الراعية، وهو مسؤول في شركة برزنتيشن، ومن شخصيات المحترمة جدا جدا الحقيقة الواحد تعامل معاها في حياته. دخل المجال الرياضي مجتهد ومرتب بشكل كبير جدا، تعاملت معاه من اتحاد الكرة، شخصية الحقيقة يعني ولد محترم جدا. وكان في الشيف ده تقريبا قريب ياسر عاصم برضو مهتم جدا، بيقول لي الشيف هو كابتن، تعرفوا انت الشيف ده ياسر؟ لا يا كابتن تروج دلوقتي بتهزر. ماشي. طيب ان شاء الله بإذن الله يعني لحد ما تجهز من عندنا تغطية المنتخب من هناك. هنقول لكم أخبار سريعة. المنتخب النهاردة بيتراجع مركز واحد في التصنيف، يحتل التصنيف الخامس أفريقيا، مش هيأثر مع المنتخب التصنيف في أي حاجة، وبيحتل ال 45 عالميا. إن شاء الله بإذن الله يعني كل التوفيق الفترة الجاية للمنتخب، وبكرة لقاء مهم. ده قبل التمرين الصباحي لقطات اهو، أسامة نبيه لسه صاحي، محمود فايز بيسخن، الحضري بيتكلم مع إيهاب، مهيب قاعد اهو. مهيب قاعد مع الحضري مان تو مان، فاهم قصدي؟ يعني بيثبته في حاجه. والحاج ابراهيم الطحاوي وناس كتير الحقيقه موجوده هناك مع المنتخب، إيهاب الهيطه. يعني ان شاء الله باذن الله نتمنى بكره بعد بكره لقاء جيد للمنتخب الوطني. كابتن هاني ابو ريده موجود هناك، كابتن حسن فريد، هيكتور كوبر بيظهر في الصوره اهو. حاولوا برضو هاتوا لنا الحاج محمود الشامي برضو نعرف منه اخر تفاصيل برضو اتحاد الكوره. اتحاد الكوره خلاص يعني يوم الاحد ان شاء الله باذن الله عندهم اجتماع بعد اللقاء وهيقدموا استقالتهم. حماده المصري امبارح بالفعل كان معانا على الهواء وقال ان هو خلاص في التزام مع المجموعه وهو واحد من المجموعه، يعني مش محتاجه بقى ايه لا واحد يقول لك اصل حماده المصري قاعد، ولا حد يقول لك اصل حسن فريد مش ماشي، اصل خالد لطيف متمسك، كلهم الحقيقه على يعني كلمه رجل واحد، وفي اتفاق وتنسيق كبير جدا مع المهندس خالد عبد العزيز، وبمشهد حضاري جدا الناس هترحل، والامور يعني ما فيش حد هيعرض مصر لاي حاجه ولا اي مشكله. عمرو جمال اهو، عمرو جمال يا ترى هيبقى فين السنه الجايه؟ هل في النادي الاهلي ولا في نادي تاني؟ عبد الله السعيد برضو قدامنا، حجازي بتمنى له الف سلامه. حجازي طبعا واضح ان هو اصابه اربع ايام، يعني من الصعب ان هو يلحق بالمباراه، ولكن معاه عدد كبير هناك، كوبر يعني معاه
عدد كبير. ألف سلامة طبعا لحجازي، نتمنى له إن شاء الله بإذن الله السلامة، ونتمنى أن هو يرجع يتألق تاني مع النادي الأهلي ومع المنتخب الوطني. هكتور كوبر أكيد عنده تفكيرات، أكيد أكيد قاعد بيفكر بيراجع نفسه. حمادة الشادي هو برضو الحقيقة سفير لينا بره دايما، هو يعني مسؤول الشركة الراعية في الاتحاد الافريقي، والحقيقه يعني بيأدي الدور برضه بشكل جيد جدا. الشناوي الحضري، الحضري الشناوي، وطبعا ده السوبر ستار محمد صلاح، مفيش كلام، كل الانظار طبعا بتتجه على محمد صلاح، ولكن شادي عيسى اهو النجم بتاعنا بتاع يوم الجمعه طبعا يعني ايه مظبطها هناك اكيد، وشادي عيسى صحفي واعلامي كبير طبعا. طيب يعني اكيد كل الناس بتسأل شناوي حضري، حضري شناوي. طبعا الاسئله دي جت ان شناوي بقاله فتره ما بيشاركش كفرده اساسيه، فيا ترى هتكون مدرسه كوبر ايه؟ هيعتمد على الحضري مشارك مادي بشكل جيد، هيعتمد على الشناوي عالم برضو. اعتقد ان علي جبر كده يعني فرصته بقت كبيره جدا في المشاركه ككل الناس تتوقع. على فكره احنا بنتوقع، ملناش اكتر من كده يعني، ملناش دور اكتر من كده، احنا في النهايه هي كلها توقعات. يعني كان كل الناس تتوقع حجازي مع رامي ربيعه، في حاله اصابه حجازي اعتقد ان هو رامي ربيعه وعلي جبر هما الاقرب، دي برضو من وجهه نظرنا، ولكن في النهايه القرار الاخير والقرار الوحيد هو لهكتور كوبر المدير الفني المنتخب الوطني، هو اللي مسؤول عن القرار ده. حماده شادي بالبرتقاني اهو منور منور تنزانيا الحقيقه. النني اكيد بقى يعني النني دلوقتي بتاع تشيلسي اكيد مختلف خالص عن النني بتاع على بتاع بازل، اكيد مختلف تماما على ان ارسنال، انا اسف ارسنال اكيد مختلف تماما عن النني بتاع بازل، اكيد مختلف عن النني بتاع زمان بتاع المقاولين، اكيد هو رايح المنتخب وهو رايح من الارسنال قصه مختلفه، اكيد النهارده صلاح وهو رايح من روما قصه مختلفه، اكيد الناس دي النهارده بتعمل تقل في المنتخب الوطني بشكل كبير جدا. ده الجهاز الفني قدامنا المنتخب الوطني، ولحظات مغادره من فندق الاقامه، متجهين طبعا على ملعب التمرين كان الصبح، وايهاب موجود معاهم، ايهاب ليطه يعني مرتب وبيأدي بشكل منظم جدا جدا جدا، وادي مهيب نازل اهو بتيشيرتاته الخضراء والصفراء، انتوا عارفين ان هو يموت في الالوان، وبيتكلم مع صلاح، بيحاول مع صلاح يعني هيجتهد. مهيب الحقيقه ينين من العفريت يعني، بس مهيب الحقيقه اداء يعني مع المنتخب اكتر من رائع، وتغطيه دايما معاود جمهور قناه الحياه الحقيقه على تغطيه رائعه مع المنتخب الوطني. المنتخب الوطني ده الحقيقه عايز تغطيه من نوع خاص، ان انت تظهر المنتخب ازاي بشكل كويس، ان انت لو في اي مشكله ازاي ما تظهرهاش، تعرف كويس قوي تطلع ايه وما تطلعش ايه، دي نقط مهمه. ده مدرب المنتخب الوطني، وده مؤمن زكريا اكيد عنده تفكيرات كبيره، يا ترى بكره تشكيل مين، يا ترى بكره بعد بكره قصدي هيبتدي بمين، كل دي حسابات. خلاص حجازي بيغيب رسميا عن مواجهه تنزانيا زي ما دايما زي ما انتم شايفين اهو. طيب استقبال لعيب المنتخب بالورود بالمران الثاني في تنزانيا، استقبال الحقيقه كبير جدا في تنزانيا للمنتخب الوطني، شعب طيب جدا وحاجه جميله وحاجه محترمه بشكل كبير. على فكره عندهم حلم وعندهم طموح بكره ان هم يفوزوا بسكور تقيل، وبعد خروج نيجيريا خالص من السباق يعني بيحلموا ان هم يبقوا موجودين، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني بنشكرهم على الاستقبال، ولكن بكره ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفقنا كده ونختم الموضوع بشكل قوي وبشكل يليق باسم المنتخب الوطني. يعني واضح ان هو مصر بتستعد لجيل جديد، جيل جديد في مجموعه من الشباب، مجموعه دلوقتي من الخبرات، ولكن نتمنى دايما ان شاء الله باذن الله التوفيق للمنتخب الوطني. مدرب تنزانيا يعلن تحدي منتخب مصر، ماشي ما احنا بنتمنى له التوفيق، هو يعلن اللي هو عايزه، ولكن احنا برضه نتمنى اللي احنا عايزينه. المهم ان في الاخر هي روح رياضيه، استقبال جميل، استقبال حافل، بيلعبوا في ملعب مفتوح، مفيش ازمه، مفيش مشكله، مفيش قصه مع جمهور، هو ده في النهايه اللي بيهمنا. الاهلي بيوافق رسميا على المشاركه في دوري ابطال العرب، وافق مجلس اداره الاهلي على المشاركه في دوري ابطال العرب حال الفوز ببطوله الدوري او بطوله الكاس، خاصه ان نظام البطوله لن يتعارض مع دوري ابطال افريقيا. يضع الاتحاد العربي لكره القدم قرطوش الاخيره مع الشركه الراعيه للنادي الاهلي حول تنظيم دوري ابطال العرب المقرر انطلاقه في شهر نوفمبر المقبل، والتي تم الاتفاق بشكل مبدئي على اقامه الادوار النهائيه منها في مصر.
عايز اقول لكم برضو ان كان في اخبار امبارح وهو تعاقد خلاص برزنتيشن بيخش فيها يعني شركه جديده وهي شركه اعلام المصريين اللي هي بيملكها الاستاذ احمد ابو هشيمه وبيخش مع شركه برزنتيشن واعتقد ان هو الفتره الجايه هتشهد احداث كبيره واحداث كتيره جدا في سوق الدوري او سوق الرياضه المصريه. وكنت اتكلمت على الدوري المصري قبل كده ان هيبقى الناس يعني كانت ناس مقدمه عروض ب 300 مليون 400 مليون، ناس قعدوا الحقيقه اتكلموا قالوا لي يا عم 300 مليون ايه و400 مليون ايه؟ قول يا باسط دوري مصري ايه اللي في ثلاث سنين ب 300 400 مليون؟ الدوري المصري السنه الجايه هتسمعوا فيه رقم تاريخي. اللهم بلغت اللهم فشل عشان الناس بس تبقى عارفه. ما جينا اتكلمنا قال لك يا عم الدوري دوري ايه؟ دوري بيخسر، دوري ما بيجيبش حاجه. انا الحقيقه مش عارف، انا مش شغلتي عشان اقول الدوري بيكسب ولا بيخسر. هو في النهايه الارقام اللي اعلنتها السنه دي برومو ميديا وكان ليه سبق بشكل كبير جدا الحقيقه. ايهاب طلعت هو يعني استاذ ايهاب طلعت هو اللي دخل واشترى الدوري وحط صدره ارقام كبيره جدا دفعها. مصر كلها قعدت تقول له اعلانات منين هتجيب منين، ولكن هو الحمد لله غطى بشكل كبير جدا وعمل شغل كبير وعمل مكسب كبير للدوري الممتاز. وهو ليه برضو الحقيقه السبب في الحته دي. والدوري السنه الجايه هيكون بارقام طار خلاص طار، واللي حصلني بقى يكسرني، ودي لصالح الكره المصريه والرياضه المصريه ولصالح الانديه المصريه. ما بنقول لصالح الانديه المصريه واحد يقول لك يا عم ما الدوري يبقى زي ما يبقى، هتفرق ايه يعني في مستوى الكوره؟ لا هتفرق، هتفرق انت عندك فلوس تشتري، هتفرق انت هتجيب لعيبه بشكل قوي، هتفرق انت معاك فلوس تدي اللعيبه، هتفرق نفسيه اللعيبه هتكون مستريحه، هتفرق انك النهارده مش كل لعيب هيجي اخر السنه ماضي عقد مش هياخد ولا مليم، هتفرق ان انت ما عندكش لعيب النهارده مش عارف يحط فلوس لبيته، ما لعيب مهدد ان هو يتحبس. احداث كتير ومواضيع كتير جدا 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 في وجود الفلوس بتعمل هدوء وبتعمل جانب فني بشكل كبير. وقلنا ده توفر في الزمالك والاهلي كاكبر مثالين، لما جه مرتضى منصور مسك وعمل النقله بتاعت نادي الزمالك، سواء النقله في المباني او الانشاءات او الفريق او الصفقات، اخذ دوري اخذ كاس، فور النادي كله. حتى النهارده لو في دعم من المهندس خالد عبد العزيز وزاره الشباب والرياضه، هو عنده دعم خارجي من ناس جاب من الزملكاويه. برضو مرتضى منصور في الاخر ما بيغلبش، عايز يعمل بيزين هيلاقي السيراميك، عايز يعمل هنا هيلاقي الناس تساعد. هو الحقيقه بيحط صدره بشكل قوي جدا، وفي النهايه بتكون لمصلحه النادي. ففي النهايه الفلوس والسيوله ادوا او ودوا النادي في حته تانية. الاهلي النهارده لما عمل صفقات محمود طاهر قدر النهارده ان هو يعمل فريق قوي واقف على رجله وينافس بشكل قوي، متصدر الدوري الحقيقه، عامل انشاءات ومباني داخل النادي حاجات عالميه. فاعتقد النهارده ان ده دول مثالين يعني اقوياء جدا، مثالين النهارده في وجود السيوله الماليه او في وجود وضع مالي قوي بتفرق بشكل كبير جدا، سواء في النادي سواء في الجمعيه العموميه من الداخل سواء في نتائج الفريق. دي لقطات دلوقتي يا ياسر. طب ما تكتب يا ياسر مباشره عشان ربنا يكرمك كده قبل رمضان. سلام عليك يا ياسر ملك التوي، ملك التوي. دي لقطات مباشره دلوقتي للمنتخب الوطني، واضح ان فندق الاقامه هناك على مستوى الحقيقه جيد جدا، 7 ستارز. الله عليك الله عليك يا ياسر، بص مهيبه وابتسامته، ايه الجمال ده؟ لعيبه المنتخب قاعده كلها ايه، كله قاعد بقى ايه يعني بيفكر بكره، اللي هيلعب اللي بيحلم انه يلعب، اللي مش هيلعب، اللي بيلعب جماد زي علي جبر. يعني الحقيقه كلهم شباب محترمه وكلهم شباب زي الفل وربنا يوفقهم. اكيد طالما اتجمعوا كده يا محاضره يا غدا يا عشاء، انا مش عارف التوقيت ده هناك بتاع ايه، بس طالما النزول كده اكيد يبقى يعني في استعدادات لحاجه. عشاء دلوقتي طبخين ايه يا عمر؟ ما تعرفش مهيب هيقول لنا، مهيب هيقول لنا بعد ما يتعشى. طيب نحاول يا جماعه نكلم استاذ عماد وحيد برضو ويحكي لنا القصه بتاعه النادي الاهلي كده سريعا. اتحاد الكوره هيفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكوره اول يوليو. استقر اتحاد الكوره على فتح باب الترشح للانتخابات المقبله اول يوليو المقبل على ان تستمر لمده 7 ايام ومثلها لفحص اوراق المرشحين وتقديم التعوم، بحيث يتم اجراء الانتخابات المقبله يوم 25 اغسطس المقبل. نحاول نعرف برضو القصه دي من العميد ساره وتسويلم، انا مش عارف برضو قصتها ايه. هو مهيب ايه بيحضر؟ قول له اعمل اطالات عشان ما يجلوش مز. ماشي مهيب دلوقتي بيسخن عشان يعني نشوفه ان شاء الله باذن الله. جاهز هو دلوقتي؟ يعني تمام؟
انتوا سامعين صوته؟ هو سامعني وانا بقطعه؟ هو سامعني وانا بقطعه دلوقتي؟ طب اسألوا حد يقول له يا جماعه يدفع كام واخليه يعمل اللقاء ده؟ واخليه يعمل اللقاء ده، ممكن اعذبه. بس مهيب عبد الهادي لقاء خاص مع هيكتور كوبر محمود فايز من داخل فندق إقامة المنتخب الوطني، وزي ما مهيب دايما معودكم حصرياته الخاصة. اتفضل يا مهيب. بشكرك كابتن سيف، وبشكر كل مشاهدي طبعا الملاعب اليوم بالفعل على الهواء مباشرة من تنزانيا. بنتواصل معاك وكواليس منتخبنا الوطني استعدادا لمباراته الهامة أمام تنزانيا. برحب بك كابتن محمود فايز، برحب مستر كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وبنتمنى له طبعا في البداية كل توفيق، وإن شاء الله تبقى مرحلة جديدة على الكرة المصرية، مرحلة سعيدة وتبتدي في نقطة الانطلاقة من دار السلام من تنزانيا إن شاء الله بالمكسب، والأكثر من المكسب هو الصعود أيضا للتصنيف الأول. Bueno, lo del ranking de primer nivel está bien. Yo creo que es un elemento más, pero lo importante es que estamos jugando eliminatoria de Copa de África. Queremos ganar, como siempre. بقول لحضرتك أهم حاجة طبعًا غير الرانكينج، الرانكينج طبعًا يعتبر عنصر مهم بالنسبة لنا، يعتبر حاجة إضافة لينا إن إحنا نفوز طبعًا بالمباراة عشان خاطر الرانكينج، وعشان خاطر أهم حاجة برضه إحنا نأكد صعودنا لبطولة أفريقيا. Siempre pensamos en ganar. دايمًا إحنا بنفكر في الفوز. Que es lo ideal. هو ده المثالي بالنسبه لنا. El ganar siempre tiene consecuencias. دايما الفوز دايما ليه عواقب كتيره جدا، حاجات ايجابيه كتيره جدا. Siempre que yo creo que siempre conviene centrarse en el partido y cómo haremos las cosas, cómo trabajaremos el partido. بس على المباراه ازاي تكسبها، ازاي انك انت تشتغلها وتكسب المباراه. Eso nos permite estar centrado en un punto y basta, porque si no pensamos que la Copa de África, que Rusia, que... No. Nosotros jugamos para ganar el partido este que tenemos que ganar y eso tendrá, por supuesto, consecuencia buenísima si conseguimos los tres puntos. بص حضرتك حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا وأنا مركز فيها جدا مع اللعيبة، مش عايز أشتت انتباههم، أنا بكلمهم على روسيا وكأس بطولة أفريقيا، لا، إحنا عندنا مباراة لازم تكسبها بأي طريقة، وبالتالي لما تكسبها ليها نتائج كتيرة جدا، التأهل إن إحنا نبقى تصنيف أول، وإنك أنت تصعد بطولة أفريقيا بعد 6 سنين، عندها حاجات كتيرة جدا إيجابية تبقى إضافة لينا. يعني الطبيعي إن التعادل يبقى نتيجة سعيدة بتؤهلنا، حتى لا قدر الله الخسارة بتؤهلنا، لكن الفكر اللي احنا جايين فيه كاعلام كصحافه كجماهير هو المكسب. No, siempre uno tiene que trabajar para ganar un partido. Es decir, más allá de la dificultad, más allá del rival, más allá de lo que podamos hacer como preparación, siempre es pensando en ganar. Ahora, los partidos no son fáciles, no son todos iguales, los rivales son diferentes. Pero el punto de inicio es ganar. Uno trabaja para salir al campo y ganar. Después, bueno, después puede pasar de todo, porque en el fútbol no nadie tiene garantizado nada, pero siempre la mentalidad tiene que ser ganar. العقلية بتاعتنا دايما هي المكسب. هتلاعب منتخب كبير، منتخب صغير، في بطولة ودية، بطولة رسمية، في كأس أفريقيا، في أي حاجة، دايما احنا دايما عقليتنا واحدة هي المكسب، مهما كانت الظروف اللي انت بتواجهها، أي صعوبات، أي حاجة، انت تفكيرنا واحد بس، التركيز كله مع اللعيبة، هو المكسب مهما كانت المباراة، كانت في بطولة رسمية أو بطولة أو مباراة ودية أو أي حاجة. إصابة حجازي. لاليسيون دي حجازي. أربكيته شوية حساباته، لأنه طبعا كان في التشكيلة الأساسية. ¿Qué más o menos quiere? Creo que era un jugador titular. No, bueno, yo creo que me da pena porque, bueno, sí, es un jugador que viene jugando. Me da pena por él porque todo el mundo tiene entusiasmo y todo el mundo quiere estar. Me da pena porque siempre una lesión y que un jugador se lesione. Y a mí devolverlo a un club con una lesión me da pena. طبعا انا متضايق جدا على الجانب الشخصي بالنسبه لحجازي، عشان حجازي كان متحمس جدا، لعيب كويس جدا بالنسبه لنا، يعتبر لعيب من القوام الاساسي بتاعنا، وان انا كمان ارجعه للنادي بتاعه ومصاب، انا ما كنتش بحب كده، ما احبش ان ارجع، احب دايما اخد اللعيبه ارجعهم زي ما هم الانديه بتاعتهم. No, digamos que no llega a ser una lesión grave, porque no es grave, porque es una contractura, pero claro, estamos muy cerca del partido. Y esto se ha producido muy cerca del partido. هو طبعا الإصابة مش إصابة خطيرة ولا أي حاجة، إصابة بسيطة محتاجة يومين 3 أيام راحة، يعني ممكن يرجع بعد، بس طبعا إحنا هي للأسف هي جت قبل الماتش بيومين. باب المنتخب مفتوح
La puerta de la selección está abierta para todos. Lohsam Ghali. Para Ghali otra vez. La puerta de la selección va a estar abierta siempre para todos. باب مفتوح لجميع اللاعبين. En la medida que todos conozcamos cuáles son algunas pequeñas reglas, nada más. في بعض القواعد اللي احنا لازم هنحترمها ونمشي عليها, فالباب مفتوح لاي حد اللي يحترم القواعد. Sobre todo lo que siempre repetimos a todo el mundo se lo decimos, es decir, no hay nada más importante que la selección. Ni un jugador, ni un entrenador, nada. Sobre esa base todo el mundo tiene las puertas abiertas. Pero sobre esa base. خاصة ان احنا بنحترم اللاعبين جميعا, بنحترم الناس اللي بيشتغلوا معنا كلنا, وما فيش حد اهم من المنتخب مهما كان اسمه, مهما كان لاعب او مدرب او اي حد. المنتخب مصر فوقنا كلنا. حتى لو كان قائد المنتخب المفروض يبقى في جلسه خاصه لاحتواء اي حاجه مغلقه بدون علم الاعلام والصحافه. Pienso hacer una reunión privada, por ejemplo, con él para terminar este asunto, lejos de la prensa y todo porque es un capitán, es el capitán de la selección egipcia, tiene una importancia. Todo es posible. كل حاجه محتمل ان احنا las partes realmente estén dispuestas a solucionar un problema. لما نكون كلنا مؤهبين ان احنا نقعد القعده دي كلنا هنقعد ان شاء الله, ما يبقاش مش فيها مشكله ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله, وان شاء الله نهنيك بالفوز. ولو حابب يعني قول لنا التشكيله, قول لنا دلوقتي ونخلص. Bueno, muy bien. مهيب هم هيكون. شكرا. شكرا. كابتن سيف, ده كان لقاء مع مستر كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني, متواصلين معاك مع كواليس منتخبنا الوطني, وايضا لقاءات مع لاعبي منتخب مصر بعد العشاء. هم دلوقتي يمكن كلهم دخلوا على العشاء, بعد العشاء ان شاء الله هيكون معانا اثنين لاعيبه من نجوم منتخبنا الوطني, مروان محسن ورامي ربيعه. ليك الكلمه كابتن سيف. بشكرك شكرا جزيلا زميل مهيب عبد الهادي. مهيب طبعا مجهود كبير جدا داخل المنتخب الوطني, وتالق طبعا لقاءات من امبارح الحقيقه, يعني شغالين منتخب وطني بس, وتغطيه دقيقه بدقيقه ولحظه بلحظه. شفنا امبارح مهيب مع احمد فتحي, حازم امام مع كروت طياره مصر الطيران, اللي احنا في كل لقاء وفي كل حدث بنحاول نذيع ونحاول نروح ونحاول نتكلم مع الناس في مصر طيران دعما لمصر طيران. ودايما بقولها في كل برنامج, في كل فريق مسافر لازم هو ده دورنا عبر كل الشاشات. مهيب امبارح مصور مع الكرو الحقيقه بتاع مصر طيران, كان لقاء رائع. وانا الحقيقه بناشد اي جماعه فريق مسافر, اي حد بيغطي باي كاميرا جوه مطار القاهره او جوه اي سفريه, لازم مصر الطيران تكون في الحدث بشكل كبير جدا, ده دورنا دلوقتي كاعلاميين. بشكر مهيب تاني يعني الحقيقه على المجهود الكبير ده. هيكون معانا ايضا لقاءات كتير مهمه دلوقتي مع لاعيبه المنتخب الوطني, ولكن عمرو مختار كان ليه وجهه نظر مختلفه في لقاءات المنتخب الوطني, راح للفنان شمس ليم والفنانه لطيفه, وعمل معاهم حديث كبير. هو بيتابع طبعا شغله وحاجاته من الاوضه من جوه. النهارده عمرو معانا النهارده في الاستوديو الحقيقه, من نجوم قناه الحياه عمرو ومسيري وشريف وايمن طه وابراهيم عمر ومحمد جابر, مش عايز انسى اي حد, واحمد وكل الناس الحقيقه يعني دايما بيغطوا بشكل اكتر من رائع. جاهز اللقاء ولا ياسر؟ طيب نروح مع عمرو مختار نشوف عمل ايه قبل رمضان, نرجع لكم تاني. منتخب شكله حلو جدا, ماتش نيجيريا كان ماتش جميل جدا, متهيألي ان الروح الجديده اللي موجوده بعد الثوره واللي عاوزين نحققه بقالنا فتره مش قادرين نحققه هيتحقق السنه دي, وبدرجه متهيألي مع تقدير الشرف يعني ان شاء الله. شايف المنتخب ده قادر ان هو يحقق امال المصريين والوصول لكاس العالم؟ بص, احنا ارجو انه يقدر يحقق هذا ويقدر يحقق كاس العالم, ولكن زي ما بقول في اي حاجه ما فيش حد بيشتغل لوحده, لازم يبقى في اتحاد كوره, لازم يبقى في مواعيد, لازم يبقى في جمهور, لازم يبقى في جدول كله بيتنفس في وقته من زي اي حته في العالم, علشان اللي بيعمل كده هو اللي بيوصل لكاس العالم. انما طول ما احنا عايشين في عشوائيات الله يكون في عون اي حد بيشتغل فيها. هقول لهم ربنا معاكم, وانتوا دايما رافعين رايه مصر, وانا متاكده ومتفائله جدا انه في تنزانيا هيكسبوا, وده مش غريب على اولاد مصر. عايزين نسمع اغنيه طبعا, اكيد لازم نسمع اغنيه لمصر للمنتخب المصري, وانت حضرتك معانا. هقول قصدك انا اللي اغني؟ ادم.
هقول لهم هقول لهم الناس دي غيرت تاريخ بلد بصوت، الناس دي مستعدة عشان نعيش تموت، فلتحيا مصر ويحيا شعب مصر، يستاهلوا ننحن لهم أثبتوا أنهم أسود، هم أسود وهيكسبوا إن شاء الله. وتحيا مصر وتحيا تحيا إنجازات المصريين طبعا، والجيش المصري اللي احنا شايفينه، أي واحد بيبتدي يغير فكره ويقول أنا لازم أشتغل طبعا بدل ما هو ما بيعملش حاجة. أنا بقول يحيا الجيش والأمن والشعب المصري اللي هدم أو محى هذه المؤامرة على العالم العربي كله. ربنا يحمي مصر وتحيا مصر. بشكر طبعا نجوم الفنان الكبير هشام سليم والفنانة الكبيرة لطيفة، وبشكر عمرو مختار الحقيقة انتزع اللقاء، وبشكرهم ان هم يعني قبلوا يصوروا. عمرو الحقيقة يستاهل كل التحية وكل الشكر، مجهود كبير جدا ليه. ودي يعني عايز اقول لكم ان حتى وجهة نظر الفنانين الكبار ما بتختلفش عن وجهة نظر الناس. فعلا عشان يبقى فيه نكسب، عشان نوصل لكأس العالم، لازم يكون في دوري قوي، في جمهور، في جدول منتظم، في اتحاد كرة قوي. الحاجات اللي احنا هي اللي بنتكلم عليها، هو اللي احنا بنطلبها، الفنانين بيطلبوها، اللي الناس في الشارع بيطلبوها، يعني الامور واحدة. ان شاء الله باذن الله يكون عندنا الفترة الجاية ان الجمهور يرجع ويعود، وان شاء الله باذن الله الكرة تختلف بشكل كبير. برافو عليك ياسر والله. لقطة محترمة من منتخب الوطني، من الناس كلها اللي وقفت وقعدت عشان تصور، لأن في الآخر هو النهاردة بيصدر مشهد، بيعمل دعاية لبلده، بيعملش دعاية لحد، بيعمل النهاردة دعاية لمصطرام، بيقف النهاردة جنب بلده في محنة وفي زنقة. بص كل اللعيبة وكل الناس وعندهم وعي ومبسوطين واقفين مع كل يعني كل دول الحقيقة يعني نجوم مصر للطيران. كمان عايز اقول لكم ان الناس دي الحقيقة بتتعب، والناس دي بتشقى، والناس دي يعني على طول الحقيقة في ريسك وعلى طول في مخاطرة. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان ترجع الامور احسن مما كانت كمان ان شاء الله باذن الله، وتفضل الناس كلها تسافر على مصر للطيران يعني، والامور تبقى على ما يرام بشكل كبير. الزمالك بيطلب التعاقد مع ثنائي امبي اجرى احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك صار مكثفا بمسؤول امبي خلال الفتره الاخيره للتفاوض حول ضم الثنائي اسامه ابراهيم ومحمد ناصف ظهير الفريق البترولي خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله لتدعيم الجبهتين اليمنى واليسرى بقلعه ميت عقبه. وطلب احمد مرتضى من مجدي شلبي نائب رئيس نادي امبي عقد جلسه مفاوضات رسميه بين الناديين لحسم الصفقتين ليبلغوا الاخير بالحاجه الى بعض الوقت لدراسه الامر. يعني الزمالك اكيد بيعمل صفقات، ولكن يعني انا دايما الله اعلم عشان بس ما اجتهدش، اي صفقات بيتعلن عنها بشكل رسمي بحس ان هي طعم. يعني وجهه نظري انا ساعات بتبقى كده، يعني بحس الاهلي والزمالك لو صفقاته اتعلنت بشكل وان هم اتكلموا امبارح وبيتفاوضوا، اعتقد دي بتبقى قصه مش موجوده. دي وجهه نظري، ان الزمالك والاهلي بيخشوا يعني بالبلدي كده، بينتش ويجري خلاص، انا دخلت اخلص صفقه طق طق بمضي سلام عليكم وعليكم السلام. لو فتحت بقى على الترابيزه الراجل سعره بقى بيعلى وبيزيد عليا، والدنيا بتختلف خالص بشكل كبير. شيكابالا يغيب عن معسكر الزمالك لليوم الثاني. تغيب محمود شيكابالا صانع العاب الزمالك عن معسكر الفريق المقام حاليا بنية 6 اكتوبر اليوم الثاني على التوالي استعدادا للاستئناف في الدوري الممتاز. وياتي غياب شيكابالا يرجع الى انه عاني من نزله برد حاده. شيكابالا برضو يعني من اللعيبه اللي لسه امورها مش واضحه، هل مكمل في الزمالك؟ هل الزمالك ممكن يعيره؟ هل ممكن يبقى فيه بيع؟ اتذكر اسم سموحه والمصري من ناديين الحقيقه اللي اتذكروا كتير جدا، ولكن هل شيكابالا بيفكر في كده؟ هل شيكابالا بيفكر في الخطوه دي؟ كنا اتكلمنا مع المهندس فرج عامر وقال ان شيكابالا يعني مش على رادار صفقات نادي سموحه، قالوا ان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم بيتكلموا عليه. شيكابالا يعني قيمه وقامه واضافه بشكل كبير جدا في اي فريق للي يعرف يشغله. يعني اعتقد ان هو لو بيفكر بغض النظر عن الارتياح او الاستقرار او الوضع المادي، حسام حسن اكتر واحد في 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 في, في العالم هيعرف يرجع شيكابالا، وهيعرف ان هو يشغل شيكابالا بشكل كبير. دي بقى حاله نفسيه يعني ما فيهاش
عشان هو احسن مدرب. كابتن حسام طبعا اسم كبير واسم كبير في مجال التدريب واثبت نفسه بشكل كبير، ومعاه كابتن ابراهيم طبعا جهاز محترم، ولكن مش يعني مش هو افضل من الناس اللي موجود، لا هو معاه مفتاحه الكيمياء بتاعته، في كيمياء كده بتاعه لعيب مع مدرب بتفوق بشكل كبير جدا، موجود في الزمالك ده وموجود في الاهلي ده وموجود في الاسماعيلي وموجود في اي نادي. في مدرب النهارده بيروح يستلم لعيب يرجعه لفورمته تاني، بيقدر يتعامل معاه. اللعيب المهاري بالذات بيحتاج تعامل نفسي وبيحتاج سيستم مختلف خالص عن اي حد خالص، قصه بتبقى مختلفه بشكل كبير جدا. سموحه بيطلب مدافع ام بي ب7 مليون جنيه للتراجع عن، يطالب مدافع ام بي ب7 مليون جنيه للتراجع عن الصفقه. صلاح سليمان مضى لام بي ثم جدد بعد كده، وفي شرط جزائي 6 مليون جنيه في عقده، ولكن برضو انا ما قابلتنيش ان يعني المهندس طيب. ناخد سريعا برضو كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي ام بي، نعرف منه الموضوع بالتفصيل. كابتن عبد الناصر مساء الخير. كابتن سيف ازاي حضرتك يا كابتن؟ مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ وحشني جدا والله. وانت كمان يا كابتن سيف، ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا ابو الكباتن. الحمد لله. كل اللعيبه اللي احنا قاعدين نسمع ان هي يعني بيحصل تفاوض عليها دي، سواء من الزمالك سواء من الاهلي، في كلام من ده ولا انتم محضنين على اللعيبه؟ لا يا كابتن، في مش انا بالامانه لحد النهارده ما جاش اي حاجه رسمي للنادي في انتقال اي لاعب. بتبقى كلها حاجات لم ترتقي كده، غير مستوى الوكلاء يعني. وممكن يكون في بعض المكالمات التليفونيه مع مسؤولين، ولكن لم ترتقي الى درجه المفاوضات لحد النهارده. ربما طبعا الناس مقدره ان الموسم شغال، ودي حاجه كويسه جدا. يمكن قبل الموسم بنهايه الموسم بماتش او ماتشين هتلاقي الظروف بقى بدات تتغير. وممكن بقى من هنا يبتدي التفاوض مع حد يعني. تمام. هل اسامه ابراهيم ومحمد ناصف احمد مرتضى كلم فعلا استاذ مجدي شلبي عليهم؟ هو فعلا اتكلم عليهم. مكالمه هم في المقصوره، ولكن وكلمني انا شخصيا، واحنا وعدناه بالعرض الامر على مجلس الاداره يعني قبل نهايه الموسم كده بماتشين كده ان شاء الله. تمام. على اساس يعني اللعيبه مركزه دلوقتي في الدوري، واحنا طبعا عدد النقاط بتاعنا مش متناسب معانا تماما الموسم ده، فاحنا مش عايزين نخرج اللعيبه بره التركيز خالص. تمام. طب كابتن عبد الناصر، صلاح سليمان يعني القصه الحقيقه انا مش فاهمها، هو الراجل مضى في سموحه ثم رجع، حصل ظروف مثلا جدد معاكم، هل انتوا اتكلمتوا مع نادي سموحه في القصه؟ هل في مشكله؟ هل المشكله اتحلت؟ ان شاء الله هتتحل، ما فيش حاجه يعني. هي احنا صلاح فعلا مضى في نادي سموحه، وهو بلغنا، واحنا ما كانش عندنا مشكله في ان هو يمضي في سموحه، لانه كان صلاح وقتها كان طلب رقم احنا ما بنتعاملش معاه مع هذا الرقم. عشان سقف التعاقدات بتاعتنا وحاجات زي كده. بعد كده حصلت جدت عنده مستجدات في بيته ووالدته، واحنا قعدنا معاه وتم تجديد عقده بالفعل 4 مواسم من بدايه هذا الموسم، والعقد اتوثق في الاتحاد وفي المنطقه، وان شاء الله هيحصل برضو الفتره اللي جايه دي زياره لفرج بيه. العلاقة بيننا وبين سموحة أكبر من لاعب، ومش هيعود حاجة يعني على إن اللاعب يتوقف أو إن اللاعب يتسدد. بس أنا كابتن عبد الناصر هستأذن، علاقتنا أكبر من كده بكتير، وإن شاء الله الفرق بيها هيكون. بس أنا هستأذن حضرتك برضه في وجهة نظر، معلش يا فندم، يعني أنا هشرح حاجة، بس أنا معترض على حتة مهمة جدا. اللعيبة الكبار يا كابتن ناصر لازم عندهم من الثقافة في حتة الإمضة دي بوضع مختلف. ونادي طبعا انا بتكلم بنادي بقيمه وقامه طبعا نادي ام بي، اداره محترمه ونادي طبعا كبير جدا. تمام. النهارده تمام. حضرتك انت كان المفروض الخطوه ان صلاح يروح يخلص نفسه من المهندس فرج عامر ثم يمضي في ام بي، لان هو كده حط نفسه في موقف ان هو راح مضى هنا وبعد كده مضى هنا وساب الامور متعلقه، يعني بيبقى فيها برضو نوع الحقيقه من يعني احنا الحقيقه اتكلمنا كتير مع اللعيبه في الحته دي، يعني لازم يكون في نوع من الاحترافيه. اما تروح النهارده تقعد مع رئيس نادي ام بي وتمضي دي حاجه كبيره، اما تروح تقعد مع رئيس نادي سموحه وتمضي دي حاجه كبيره، مش عارف راي حضرتك ايه. هو صلاح سليمان يا كابتن سيف، صلاح سليمان لاعب نادي ام بي، احنا مش طرف تاني ولا تالت،
هو اللعيب بتاعنا لحد دلوقتي لحد النهارده اللعيب بتاعي. انا من حقي امد له حتى اخر دقيقه في عقده. انا من حق النادي كلايحه ان انا امد له في اخر دقيقه. لا انت لا, لا معلش يا كابتن عبد الناصر, لا كلها لا دي واحده بس. هو اللايحه بتقول ان هو يحق للاعب ان هو يوقع في نادي اخر في في الست شهور الاخيره من عقده. انا فاهم فعلا وقع في الست شهور الاخيره من عقده. بس انا كنادي انا من حقي ان انا امد له انا كمان, لان هو ده النادي بتاعي. ممكن يكون عند اللاعب مستجدات, انما هو 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 ما راحش. يعني احنا مش ناديين بنتخانق عليه. لا انا 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 فاهم كلام حضرتك, بس احنا هو احنا طرفين مش... في الوقت الحالي ولسنا ثلاث افراد ثلاث اطراف. انا فاهم يا فندم. انا مش بتكلم, انا مش مدخل ام بي في الحدث. انا ام بي هو اللاعب بتحركه وبتمديله. انا مدخل اللاعب في الحدث, انا مش مدخل ام بي. وبرده انا ما كنتش اتمنى طبعا ان هو يورط نفسه ويمضي في نادي تاني. ممكن كان يخليها لحد اخر لحظه لما تتقطع بيه السبل تماما, وكان ممكن يمضي. ولكن هي ظروفه كانت جت بالشكل ده, واعتقد ان شاء الله الخطأ ده هيتم تداركه. يعني انا عايز اقول لحضرتك احنا كتير جدا جدا بيبقى فيه لعيبه ماضيه معانا وبيروح عندها تاني. اقسم بالله ما لا يمكن حتى حد يعرف ان هو ماضي. يعني لو طلعت بقول لحضرتك يا كابتن عبد الناصر, اللي بيبقى ساعتها ساعة ما بيجي يمضي بيبقى ساب امانة وساب مسؤوليته وساب نفسه وقال خلاص يا جماعه انا معاكم وحاجات زي كده. لا وفرج عامر جدا. وفرج عامر قريب اطراف وارقام فرج عامر قريب, يعني في مكالمه هتخلص, يعني مكالمه مسؤول ام بي. لا لا ان شاء فرج الله عامر. ان شاء الله زياره مش مكالمه, ان شاء الله زياره. رئيس النادي ان شاء الله ناوي يروح يزوره بنفسه في نادي سموحه, واحنا بينا وبينهم علاقه جيده جدا. بنحترم نادي سموحه وبنحترم رئيس مجلس ادارته واداره نادي سموحه, وان شاء الله الموضوع ينتهي من غير اي حاجه ان شاء الله. الصفقات اللي اشتريتوها مين يا كابتن عبد الناصر؟ والله يا كابتن انا طبعا يعني مش هقدر اقول لك كل حاجه في الوقت الحالي. احنا ولا هقول لك ولا هقدر اقول لحضرتك برضو على المراكز, وان كان في حاجتين هقولهم لحضرتك. احنا خلصنا محمد دسيوني من نادي الشرطه, وده الهاف ليفت بتاع الشرطه, لاعب وسط شمال مهاجم يعني. واعتقد حضرتك عارفه كويس, وليف كويس جدا الاختراق. وخلصنا ويليام جيبور من نادي الداخليه, وهم لاعب ارتكاز نادي الداخليه, وده لاعب جيد برضو في الارتكاز. وعمرو مرعي من نادي الداخليه, مهاجم نادي الداخليه. عمرو لعيب كويس قوي كمان قوي الحقيقه, ومجتهد وكويس. ان شاء الله. انا شايف ان في استقرار الفتره الجايه. في صفقات تانية صغيره, وفي صفقات تانية شغالين فيها في الوقت الحالي. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم كده. واحنا على فكره في اضيق نطاق دي مراكز, حتى لو سالت اي لاعب هيقول لحضرتك ان هو محتاج ان النادي محتاج الصفقات دي. ولكن يعني احنا بنعملها في اضيق نطاق ان شاء الله. يعني مش هنزود العدد نهائي, ولكن احنا محتاجين فعلا تدعيم في بعض المراكز يعني. ان شاء الله يا كابتن, ربنا يوفقكم وربنا يوفقكم مع ام بي ان شاء الله باذن الله, وجهاز فني طبعا محترم واداره محترمه. بشكرك كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي ام بي من شخصيات الحقيقه المحترمه, اتعاملوا بسيستم يعني هادئ جدا. وام بي السنه طبعا مش في مكانته الطبيعيه, بس ان شاء الله باذن الله السنه الجايه مع الكابتن رضا عبد العال ان هو العلاء عبد العال, انا اسف, ان هو يرجع تاني لمكانه الطبيعي. ظاهره يا جماعه امضاء اللاعبين, ظاهره بقت صعبه جدا. اتكلمنا مرارا وتكرارا بتخلص في الاخر بالود والجدعنه. صلاح سليمان لعيب كويس, ولد محترم جدا, ولد على خلق جدا, ولكن الحقيقه الخطا ده اتكلمنا فيه السنه اللي فاتت, والدنيا ولعت مع احمد الشيخ, والدنيا ولعت مع مؤمن زكريا, والدنيا سخنت مش عارف مع مين. فارجو من اللعيبه خد وقتك وفكر. لو انت ما خدتش قرارك بالفعل, ما هو انت في ايدك, في ايدك. اصبر لما تشوف انت هتجدد النهارده مع النادي بتاعك, هتجدد مع نادي تاني, عندك عرض. ولكن النهارده نفسي اللعيبه تغلي شويه الامضه. انت مضيت خلاص, فانت حاول يعني حاول دايما, لان في الاخر بتبقى الخلافات ما بين ادارات الانديه هتخلص. هيكلم رئيس نادي ام بي او نائب رئيس نادي ام بي المهندس فرج عامر, والمهندس فرج عامر قريب زي ما ام بي النهارده بيبقى مضي لعيب بيسيبه, هو برضه هيسيبه. ولكن في النهايه اللعيب لازم يبقى عنده وعي وثقافه مختلفه, بيعمل مشاكل. وقلت لكم السنه اللي فاتت شفنا القصص كانت عامله ازاي ما بين مين بقى؟ ما بين الاهلي وبين الزمالك, تبقى قصه الحقيقه صعبه جدا جدا. لعيبه المنتخب الوطني قدامنا, هم على طول خلصوا عشاء وطالعين. عاملين لكم النهارده متابعه خاصه, يعني وانت قاعد في البيت تتابع المنتخب الوطني ولاعيبته. ده على الهواء مباشره دلوقتي, خلصوا عشاء في تنزانيا وطالعين الاوض. الجبلية بتوافق على نقل مباراه سموحه امام الاسماعيلي والزمالك امام الاسماعيلي وزم... سموحه امام الاسماعيلي والزمالك لبرج العرب.
يعني استاد برج العرب الحقيقه مساحات القويه جدا. نتمنى كل المباريات اللي هي تبقى فيها حاجه ان هي تبقى موجوده هناك. والسنه الجايه في كلام كبير وكلام كتير جدا ان شاء الله باذن الله يبقى استاد القاهره هو يعني في استقبال جميع الانديه الكبيره دي. اهلي بنغازي الليبي يفاوض شوقي غريب. دخل مسؤولي اهلي بنغازي الليبي في مفاوضات رسميه مع شوقي غريب مدير الفني انتاج الحربي من اجل قياده الفريق الليبي في الموسم المقبل في ظل النجاح الكبير الذي قدمه المدير الفني مع النادي العسكري. الحقيقه شوقي غريب عمل موسم اكتر من رائع ويستاهل التحيه والاشاده اكتر من 600 مره. 600 مره ان هو قدر ان هو يجمع مجموعه من اللعيبه رجع قدر ان هو يفوقهم بشكل كبير تاني، امثال جده محمود فتح الله متالقين بشكل كبير ومجموعه كبيره ايضا وامير عبد الحميد وعدد كبير موجود في نادي امبي في نادي انتاج الحربي. قدر ان هو تقبل ان هو يدرب الانتاج وطالع من دوري الدرجه الثانيه. وشوقي غريب جاي من المنتخب الوطني، كان تحدي كبير جدا، كل الناس قالت لك شوقي غريب ممكن في الخطوه دي يخلص على نفسه، ممكن في الخطوه دي تبقى نهايه بالنسبه له، انت راجل جاي من المنتخب الوطني لازم تمسك نادي كبير. ولكن قدر شوقي غريب ان هو في وقت قصير جدا جدا يثبت ان هو مدير كفء، يثبت ان هو مدير كبير، يعمل اسم كبير للانتاج الحربي في الدوري المصري. وشفنا امبارح الانتاج الحربي يفوز كبير على مصر المقصه وتالق الحقيقه غير طبيعي. ومصر المقصه اصبحت من الفرق كمان الثقيله جدا جدا جدا. رامي ربيعه بكره هيلعب جنب مين؟ هيلعب جنب حجازي، هيلعب جنب علي جبر، اكيد الاجابه عنده او اكيد مش عنده او هو اكيد مش عارف، ولكن كل الناس دلوقتي او كل مصر دلوقتي مستنيه تسمع رامي ربيعه هيقول ايه مع مهيب بالتيشيرت الجديده دي البولو والالوان دي. هنشوف مهيب هيعمل ايه مع رامي. اتفضل يا مهيب. بالك انت ماسكني من امبارح وانا مش سامع حاجه، فجات لي اخباريات كده بالكلام اللي بتقوله. انت حر يا كابتن سيف. اسعد حاجه ان انت مش سامع، فانا عايش هنا براحتي. منتخبنا الوطني يا رب دايما لقاءاتك كده تبقى مش سامع. ان هي صحيحه 100% الكل دلوقتي بيفكر. نعم اهو ابتديت ما اسمعش. يعني برحب بك كابتن سيف، وبالفعل السؤال اللي انت قلته اللي بيشغل اذهان كل المصريين وجماهير مصر دلوقتي، مين اللي هيلعب جنب رامي ربيعه؟ طبعا دي مش قصته خالص، لكن اعتقد رامي ربيعه من الركائز الاساسيه في منتخبنا الوطني. وطبعا الامتحانات كانت شغلاك في الفتره الاخيره، وكنت بتسهر يعني، كنت بتتمرن وترجع من التمرين تذاكر في الاوضه، يعني كان الله في العون. برحب بيك كابتن رامي. اهلا بيك طبعا يا مهيب، وبرحب طبعا بالكابتن سمير كابتن سيف طبعا سوري. طبعا الامتحانات دي كانت في مرحله صعبه بالنسبه لاي حد من غير تمرين ولا ضغط الماتشات والحاجات دي كلها، بتبقى رخمه بالنسبه لللعيب يعني. فان انا كنت مركز في حاجتين، الامتحانات والماتشات، بتبقى في ماتشات مهمه طبعا، فكانت دي بالنسبه لي كانت مأثره عليا شويه ان انا ما كنتش مركز في حاجه واحده بس. بس الحمد لله خلصت اهو منها وابتدي اركز بقى ان شاء الله مع المنتخب باذن الله. زعلت امبارح لاصابه احمد حجازي؟ اه طبعا يعني اي حد طبعا يتصاب في المنتخب هياثر علينا كلنا، مش احمد حجازي بس ولا اي حد بس، لا طبعا كل المنتخب فيه عناصر كويسه جدا وعناصر مهمه، كلنا يعني كلنا بنكمل بعض يعني، ما فيش حد واحد هياثر يعني على المنتخب. فربنا يكرم ان شاء الله ويرجعه بالف سلامه ان شاء الله، وتكون اصابه خفيفه وكده ويقعد فتره قليله يعني فيها ان شاء الله. في تشتيت للعيبه الماكس تأهل التصنيف الاول، الحاجات دي الجهاز الفني مفسرها لكم ولا انتوا مركزين في ايه بالظبط؟ لا احنا مركزين خلاص يعني، احنا مش عايزين نضيع بقى مجهود اللي احنا عملناه ده كله، بحيث ان احنا المرحله الجايه ان شاء الله يعني احنا عشان خاطر نفسينا وعشان خاطر اسمنا برضو نعمل حاجه لنفسنا وكل حاجه، مش عايزين نضيع ابنات من ايدينا يعني. خلاص انت خلاص يعني شبه مش ضمنت يعني، بس اهو انت بتحاول تبقى قد المسؤوليه، وانت طول عمرك ما بتفكرش ان انت اتاهلت ولا حاجه، لا بالعكس انت بتركز انك تلعب بروح، واسم مصر ده عندك اول حاجه طبعا في المرتبه الاولى، ان انت تكسب او تخسر دي مباراه هيقولوا ان انت كسبت وهيقولوا ان انت خسرت، فانت لازم تركز فيها ان انت لازم تكسب طبعا وتطلع بنتيجه كويسه، ومالكش دعوه بقى انت صعدت ما صعدتش، انت بتلعب عشان خاطر مصر وعشان خاطر طبعا كلنا وكتيم مع بعض، فانت بتلعب عشان نفسك طبعا. الاجواء مش بعيد عليك، وانت لسه لاعبين في ماتش يانج في نفس الملعب. طبعا نفس الفندق. نفس الاجواء، نفس الاوتيل، نفس الملعب اللي هنلعب عليه، نفس الجو، فما فيش مشاكل بالنسبه للعيبه الاهلي. بس برضو الجو طبعا كان احسن من لما كنا في الاهلي طبعا، زي ما انت كنت بتيجي معانا الماتشات في التمارين، قصدي اللي فيه على الاقل هواء وفي
الجو حلو بالنسبه لقبل كده يعني. خلاص كفايه مستر كوبر، خلاص اسال مستر كوبر. بشكرك كابتن رامي وبالتوفيق دايما، ودايما متواجد معانا، واعتقد انت اضافه كبيره لمنتخب مصر ودايما كده. ربنا يخليك. سلامي طبعا للكابتن سيف، ربنا يخليك. شكرا كابتن سيف، عوده ليك مره اخرى، ومتواصلين معاك ان شاء الله بعد الفاصل اللي حضرتك هتاخده مع نجم منتخبنا الوطني مروان محسن. شكرا ليك كابتن سيف. بشكرك شكرا جزيلا للزميل مهيب عبد الهادي، وكان لقاء مهم جدا مع رامي ربيعه. مصر كلها مستنيه تسمعه هيقول ايه، واكيد مصر في انتظار مروان محسن هيلعب ولا قال له ايه هكتور كوبر. كل ده هنتابعه ان شاء الله باذن الله مع مهيب، ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل الملاعب. اليوم نطير برضو تاني لتنزانيا ومع نجوم المنتخب الوطني مروان محسن. بكره من الاسامي الحقيقه اللي الناس، او بعد بكره من الاسامي اللي الناس بتفكر فيها، هل مروان محسن ممكن يكون موجود؟ هل كوكا اللي ممكن يكون موجود؟ هل عمرو جمال الغزال هو اللي ممكن يكون موجود؟ اسئله كتيره جدا، ولكن اكيد بيامل وبيتمنى مروان ان شاء الله ان هو يكون موجود في الملعب، او اي لعيب في المنتخب يؤدي بشكل رائع. نشوف مروان هيقول ايه المهيب. اتفضل يا مهيب. ليك كابتن سيف، وعايزين نحط كده سيناريو لتشكيله منتخبنا الوطني، بس مش هقدر اقول الكلام ده معاك الا بعد ما اخد اللقاء مع نجم منتخبنا الوطني طبعا مروان محسن، واحد من نجوم الكره المصريه، واللي هيبقى عليه دور كبير جدا في الفتره الاخيره القادمه، والفتره الاخيره كان موجود ايضا لقياده منتخبنا الوطني في خط الهجوم، واعتقد ان هو يعني في المراحل الاخيره للانتقال لانديه اخرى طبعا بعد العروض المشرفه اللي قدمها. مروان برحب بيك في البدايه ومنتخبنا الوطني، واعتقد طموحات جديده بتقابل مروان ومرحله جديده في حياه مروان محسن. مساء كابتن سيف. طبعا بحمد ربنا الحمد لله اللي انا فيه دلوقتي، الحمد لله يعني اجتهدت وتعبت ووصلت للي انا عايزه الحمد لله، والفتره دي ان شاء الله انا مركز يعني مع المنتخب يعني ان شاء الله الماتش الفاصل ده ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. وجود عناصر يمكن كوكا، عمرو جمال، مروان محسن، مش عايز اقول لكلكم السن قريب يعني مش كبير، يمكن اكبرهم مروان محسن طبعا، يعني لو قلنا عامل خبره في خط الهجوم هيبقى مروان محسن وانت سنك لسه صغير، فدي مش عارف بقى حاجه ايجابيه ولا حاجه مش ايجابيه. لا والله مش بصلها كده، احنا كلنا اخوات يعني طبعا، هنا يعني حب غير عادي هنا في المنتخب كل الناس، اي حد يبقى موجود بيلعب، اي حد قاعد بره بيتمنى الخير لزميله، ودي حاجه كويسه في المنتخب يعني، لكن انا مش بوصلها لاي حاجه، كلنا اخوات وصحاب يعني في الاول والاخر يعني. الفوز بالمباراه وطموح لكل اللعيبه، واعتقد ان الحاجه اللي مش عارفها اللعيبه وحاجه جديده، محدش عارف مين هيلعب ومين مش هيلعب. لا طبعا هو كله مركز يعني، كله يعني مركز، وقت ما بيحط 11 لاعب بيبقى كله مركز، واللاعب بره فمفيش حد، كله مركز بيتمرن كويس، والفرقه كلها في تركيز كبير جدا، والماتش ده ان شاء الله يعني نطلع بمكسب ان شاء الله يعني دايما كده مروان. بس اعتقد انت الفتره القادمه هنشوف مروان في نادي اخر غير الاسماعيلي. ربنا يعمل في الخير ان شاء الله. ربنا انا شايف ان انت خدت العهد على كده طبعا بالاتفاق مع الاسماعيلي، يعني مش حاجه من مش حاجه حاجه والله، لسه مش اي حاجه والله. بتتمنى تستمر يعني؟ لو اللي في خير ان شاء الله ربنا يكرمني الفتره الجايه ان شاء الله، لو اللي خير انا هستمر مع الاسماعيليه هبقى موجود طبعا، نادي كبير نادي اسماعيلي طبعا، لو في خير في حته ثانيه ربنا يكرمني، انا مركز في شغلي وربنا يكرم ان شاء الله. تنزانيا ومباراه تنزانيا وصعوبتها واللقاء والجو والملعب والاجواء، احنا نازلين مركزين يعني، لعبنا في الاوادي في نيجيريا برضو كنا نازلين مركزين الحمد لله، فاحنا هنلعب في الحالتين على الجو ده وربنا يكرمنا ان شاء الله ونطلع بمكسب باذن الله. بالتوفيق يا مروان، ربنا يخليك. دايما كده مع منتخبنا الوطني، ودايما مستواك في الثبات والتقدم، وعايزينك زي ما انت كده وافضل كمان. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي ربنا يخليك. كابتن سيف، ده كان لقاء هام مع نجم الكره المصريه ونجم نادي الاسماعيلي، واعتقد ان هو ايامه باتت معدوده مع نادي الاسماعيلي في الفترة القادمة، لكن ابتدت تظهر بعض الشيء ملامح تشكيلة منتخبنا الوطني اللي بقولها لحضرتك، يعني هيكون لحراسة المرمى عصام الحضري، قدامه هيبقى رامي ربيعة وعلي جبر، رغم ان في الحتة دي كان يعني توقعات ولا معلومات النهاردة كان مستر كوبر كان مركز مع خط الدفاع بالكامل، كان بيشتغل معاهم بنفسه. نعم، توقعات ولا معلومات كابتن سيف بتتكلمني؟
انا بك... آه. طب خلاص يا جماعه، ما انا خلاص ماشي يكمل بقى، ما انا مش عارف يعني مش عارف اكلمه. مش سامعك، انا مش سامعك. طيب خلاص يا مهيب كمل كمل. انا سامعك كده كابتن سيف، انا سامعك كده. طب كمل 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 يا مهيب. ماشي تمام. لا يعني الاثنين يعني الاثنين يعني الاثنين عصام الحضري حراسة المرمى قدام رامي ربيع، علي جبر في حته في تركيه بيحاول فيها مستر كوبر بيجربها، حماده طلبه، احمد فتحي مع رامي ربيع، طبعا حازم امام ممكن يبدا، او احمد فتحي، عبد الشافي، النني، طارق حامد، طبعا ده خط النص، محمد صلاح، عبد الله السعيد، برضو التركيه في كوكا ولا مروان محسن، هي دي الحاجات اللي واقف عليها الجهاز الفني. لكن في اسماء لا ما فيش يعني ما فيش خلاف عليها اللي هيشاركوا في المباراه، زي عبد الشافي، زي رامي، زي الحضري، زي النني، زي طارق حامد، زي محمد صلاح. الحضري اتاكدت خلاص يا مهيب. هي الجزئيتين اللي انا بقول لك عليهم، هو مركز الباك رايت هيبدا باحمد فتحي ولا حازم امام، وايضا مركز الهجوم هيبدا ب احمد حسن كوكا ولا مروان محسن. طيب لا اكيد يعني بشكل كبير الحضري هو احنا في بيننا وسيطه كابتن سيف، يعني بشكل كبير هو الحضري اتاكد ان هو هيحرس مرمى منتخبنا الوطني. وعايز اقول ما انا سامعك اهو. يا ياسر، في يا ياسر، يعني بشكل كبير هو خلاص اتاكد الحضري، اعتقد يعني حتى وانت في الغربه سمعت ياسر. بس مش عايز اقول مشكله من شناوي مع منتخب مصر، لا، لكن يعني شناوي زعلان جدا جدا جدا، بس انا مش هاخد في التفاصيل دي دلوقتي عشان خاطر منتخبنا الوطني، لكن شناوي حزين من مين؟ لما ارجع بقى بقول لكم حزين من مين ان شاء الله. يعني هو بصراحة يعني مهيب يستاهل كل التحية وكل الإشادة، وهو كلام محترم جدا اللي بيقوله، إن هو فعلا لازم لما يرجع لازم اللقاء يتعدى حتى لو في أي حاجة ولا في أي خلاف، وهو ده الوعي اللي بكلمكم عليه، والوعي الحقيقة اللي بيأدي بيه بشكل جيد جدا مهيب جوه المعسكر. عنده أي معلومات، أي مواضيع، أي حد مضايق من أي حاجة، كل الكلام ده بعد المعسكر، وده الحقيقة اللي بنناشد بيه، وده اللي بنعمله، وده اللي مهيب عمله دلوقتي، يستاهل عليه الحقيقة كل التحية، وده دايما اللي بنادي بيه بشكل كبير جدا جدا جدا. بشكرك شكرا جزيلا مهيب عبد الهادي، مجهود كبير جدا وتألق كبير من تنزانيا، الحقيقة مش عارف اخد وادي معاه الاتصال، يعني انا هو مش سامعني وانا مش سامعه، بنحاول ونجاهد، لو هو سمعني كنا هنعمل دوشة أكتر من كده كتيرة جدا، ولكن إن من امبارح واضح إن في يعني صعوبة في الاتصال بشكل كبير، ولكن بالحقيقة بنحاول طبعا، ومهيب والكرو اللي هناك مجهود كبير جدا عشان يوفر لمشاهد قناة الحياة اللي دايما معودينهم على تغطية خاصة وتغطية أكتر من رائعة وحصرية لقناة الحياة، ودايما إن شاء الله بإذن الله هنكون موجودين معاكم مع المنتخب الوطني لمدة سنة إن شاء الله بإذن الله، ومهيب برضو هيكون موجود معاهم وتغطية على طول دقيقة بدقيقة وثانية بثانية. هو مهيب سامعني ولا أشكره؟ حدده أنت. ما أنا مش عارف أكلمه. ما أنا سامعك كويس جدا والله كابتن سيف، يا ريت كنت اتكلمت كده من الأول. طب أنت سامعني كده؟ أه سامعك كويس أوي. قلت لكم بلاش الفرحه المبالغ فيها دي. طيب بشكرك شكرا جزيلا الزميل مهيب عبد الهادي، الحقيقه مجهود كبير زي ما قلت لكم، هو والكرو كله وتألق كبير لمهيب من هناك، وتغطيه اكثر الحقيقه من رائعه معانا، هتتابعوا المنتخب، هتتابعوا لقاءات مهيب، هتتابعوا احاديث، مش هتشوفوا تسخين، مش هتشوفوا دبابيس، مش هتشوفوا فرقعه، ممكن عندنا سيستم معين بنشتغل بيه، بكره الناس كلها او دلوقتي الناس كلها او ان شاء الله باذن الله قدام الناس هتعرف ان احنا شغالين بمدرسه يعني محترمه، مدرسه كويسه. الخلافات بعد كده بعد ما الموضوع بيخلص ممكن نفتحه، ممكن نناقشه، ولكن اثناء الحدث بيبقى دايما عندنا اولويات هي منتخب مصر، وهو مصر اهم من اي شيء في الدنيا، ده قدامنا. ده النهارده لقطات من تمرينه النهارده اهو،
ده دكتور حسام الإبراشي طبعا من الشخصيات الدكاترة الكبيرة، الشخصيات المحترمة، أحمد حجازي يعني الإصابة ربنا يا رب يشفيه إن شاء الله بإذن الله ويرجع بالسلامة، كابتن أحمد ناجي، دكتور محمد أبو العلا، مجموعة كبيرة جدا موجودة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني. أعتقد أن يعني التشكيلة اللي قالها مهيب، الحتة التصريح مهيب أن الحضر هيبتدي، يعني معرفش كنت حاسس أن هما ممكن يبقى في حيرة اكتر من كده، ولكن واضح ان هيكتور كوبر اخد القرار بالفعل. وطبعا حته بقى ان الشناوي متضايق او مش متضايق او زعلان او مش زعلان، دي في النهايه مضايقه مشروعه. يعني ايه؟ يعني ما تقللش منه في اي حاجه، هو اكيد متضايق لان هو الحارس الاول لنادي الزمالك والمنتخب وعايز دايما يبقى موجود، ممكن الظروف دي 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 والمنتخب وعايز دايما يبقى موجود، ممكن الظروف والمنتخب وعايز دايما يبقى موجود، ممكن الظروف دي 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 والمنتخب عايز دايما يبقى موجود، ممكن الظروف دي والمنتخب وعايز 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 يعني الاثنين عصام الحضري حراسه المرمى قدام رامي ربيع علي جبر في حته في التركايه بيحاول فيها مستر كوبر بيجربها حماده طلبه احمد فتحي مع رامي ربيعه طبعا حازم امام ممكن يبدا او احمد فتحي عبد الشافي النني طارق حامد طبعا ده خط النص محمد صلاح عبد الله السعيد برضو التركايه في كوكا ولا مروان محسن هي دي الحاجات اللي واقف عليها الجهاز الفني لكن في اسماء لا مفيش يعني مفيش خلاف عليها اللي هيشاركوا في المباراه زي عبد الشافي زي رامي زي الحضري زي النني زي طارق حامد زي محمد صلاح الحضري اتاكدت خلاص يا مهيب هي الجزئيتين اللي انا بقول لك عليهم هو مركز الباك رايت هيبدا باحمد فتحي ولا حازم امام وايضا مركز الهجوم هيبدا ب احمد حسن كوكا ولا مروان محسن طيب لا اكيد يعني بشكل كبير الحضري هو احنا في بيننا وسيطه كابتن سيف يعني بشكل كبير هو الحضري اتاكد ان هو هيحرس مرمى منتخبنا الوطني وعايز اقول ما انا سامعك اهو يا ياسر في يا ياسر يعني بشكل كبير هو خلاص اتاكد الحضري اعتقد يعني حتى وانت في الغربه سمعت ياسر بس مش عايز اقول مشكله من شناوي مع منتخب مصر لا لكن يعني شناوي زعلان جدا 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 بس انا مش هاخد في التفاصيل دي دلوقتي عشان خاطر منتخبنا الوطني لكن شناوي حزين من مين لما ارجع بقى بقول لكم حزين من مين ان شاء الله يعني هو بصراحة يعني مهيب يستاهل كل التحية وكل الإشادة وهو كلام محترم جدا اللي بيقوله إن هو فعلا لازم لما يرجع لازم اللقاء يتعدى حتى لو في أي حاجة ولا في أي خلاف وهو ده الوعي اللي بكلمكم عليه والوعي الحقيقة اللي بيأدي بيه بشكل جيد جدا مهيب جوه المعسكر عنده أي معلومات أي مواضيع أي حد مضايق من أي حاجة كل الكلام ده بعد المعسكر وده الحقيقة اللي بنناشد بيه وده اللي بنعمله وده اللي مهيب عمله دلوقتي يستاهل عليه الحقيقة كل التحية وده دايما اللي بنادي بيه بشكل كبير جدا 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 بشكرك شكرا جزيلا مهيب عبد الهادي مجهود كبير جدا وتألق كبير من تنزانيا الحقيقة مش عارف اخد ودي معاه الاتصال يعني انا هو مش سامعني وانا مش سامعه
بنحاول ونجاهد. لو هو سمعني كنا هنعمل دوشه اكتر من كده كتيره جدا، ولكن ان من امبارح واضح ان في يعني صعوبه في الاتصال بشكل كبير، ولكن بالحقيقه بنحاول طبعا، ومهيب والكرو اللي هناك مجهود كبير جدا عشان يوفر لمشاهد قناه الحياه اللي دايما معودينهم على تغطيه خاصه وتغطيه اكتر من رائعه وحصريه لقناه الحياه. ودايما ان شاء الله باذن الله هنكون موجودين معاكم مع المنتخب الوطني لمده سنه ان شاء الله باذن الله، ومهيب برضو هيكون موجود معاهم وتغطيه على طول دقيقه بدقيقه وثانيه بثانيه. هو مهيب سامعني ولا اشكره؟ حدده انت. ما انا مش عارف اكلمه. ما انا سامعك كويس جدا والله يا كابتن سيف، يا ريت كنت اتكلمت كده من الاول. طب انت سامعني كده؟ اه سامعك كويس قوي. قلت لكم بلاش الفرحه المبالغ فيها دي. طيب بشكرك شكرا جزيلا زميل مهيب عبد الهادي، الحقيقه مجهود كبير زي ما قلت لكم هو والكرو كله، وتالق كبير لمهيب من هناك، وتغطيه اكثر الحقيقه من رائعه. معانا هتتابعوا المنتخب، هتتابعوا لقاءات مهيب، هتتابعوا احاديث، مش هتشوفوا تسخين، مش هتشوفوا دبابيس، مش هتشوفوا فرقعه. ممكن عندنا سيستم معين بنشتغل بيه، بكره الناس كلها او دلوقتي الناس كلها او ان شاء الله باذن الله قدام الناس هتعرف ان احنا شغالين بمدرسه يعني محترمه، مدرسه كويسه. الخلافات بعد كده بعد ما الموضوع بيخلص ممكن نفتحه، ممكن نناقشه، ولكن اثناء الحدث بيبقى دايما عندنا اولويات هي منتخب مصر، وهو مصر اهم من اي شيء في الدنيا ده قدامنا. ده النهارده لقطات من تمرينه النهارده اهو. ده دكتور حسام الإبراشي طبعا من الشخصيات الدكاترة الكبيرة، الشخصيات المحترمة، أحمد حجازي يعني الإصابة ربنا يا رب يشفيه إن شاء الله بإذن الله ويرجع بالسلامة، كابتن أحمد ناجي، دكتور محمد أبو العلا، مجموعة كبيرة جدا موجودة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني. أعتقد أن يعني التشكيلة اللي قالها مهيب، الحتة التصريح مهيب أن الحضر هيبتدي، يعني معرفش كنت حاسس أن هما ممكن يبقى في حيرة اكتر من كده، ولكن واضح ان هيكتور كوبر اخذ القرار بالفعل. وطبعا حته بقى ان الشناوي متضايق او مش متضايق او زعلان او مش زعلان، دي في النهايه مضايقه مشروعه. يعني ايه؟ يعني ما تقللش منه في اي حاجه، هو اكيد متضايق لان هو الحارس الاول لنادي الزمالك والمنتخب. كل المشاهد بتقول ان انت رئيس اتحاد الكره القادم، يعني شايفها ازاي؟ مسؤوليتها ازاي؟ بتفكر في ايه؟ يعني طبعا انا موضوع بالنسبه لي، انا بكمل مسيره مجموعه محترمه، مجموعه حاولت كتير قوي ان هي تضيف للكره المصريه، لكن الظروف كانت اصعب منهم بكتير، اتظلموا في مراحل كتيره قوي في حياتهم في داخل اتحاد الكوره، كان في تربص جامد جدا بيهم. فانا وجودي في هذه الفتره اللي جايه دي هي امتداد لمسيره ان احنا نحافظ على كيان اتحاد الكوره. اعتقد ان انا الفتره اللي جايه هكون اكثر حرصا من اي حد تاني، عشان انا الناس دي انا حسيت بيهم وحسيت قد ايه هم كانوا حابين يخدموا الكره المصريه. ولو اي حد من اللي بيهاجموا اتحاد الكوره في الفتره الحاليه كان مكانهم ما كانش هيقدر يعمل اكتر من اللي عمله اتحاد الكوره. يعني بامانه شديده كده، يعني اعتقد انت عندك كل الامور وعندك كل الخبرات، يعني ان اداره الكره المصريه تبقى في امان في ايد العميد ثروت سويلم، خاصه ان احنا داخلين في منعطفات يعني ان شاء الله التاهل لكاس الامم ومباراه تنزانيا تصنيف الاول وقرعه كاس العالم، لكن في مسؤوليات كبيره جدا، لجنه الانديه، لجنه التحكيم، في انديه بتهدد بعدم استكمال الدوري بسبب رئيس لجنه الحكام الكابتن جمال الغندور، اعتقد دي هتلاقيها مطروحه كده على الترابيزه اول ما تستلم. والله كابتن مهيب انا جالي النهارده جواب او مخاطبه لجنه الانديه، واتكلمت كتير مع المستشار مرتضى منصور. انا يعني المرحله الجايه دي انا مش عايز اقول لحضرتك الجهد اللي اتبذل من اتحاد الكوره ومن الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، جهد مش عايز اقول لحضرتك كان يعني كنا حريصين ازاي على ان مسيره الكوره تمشي، كنا حريصين ان الدوري العام يستكمل، كنا حريصين. بالتالي كل المساعي وكل الجهود برضه هتتبذل
في اطار يعني ده من الملفات الصعبه اللي بتواجه حضرتك في البدايه. انا يعني برضو خلي بالك انا تربيت وزاره الداخليه وظابط بوليس برضو وبرضو بتمتع ان انا من الريف واهل الريف دايما بالهم طويل شويه، فانا حريص جدا ان انا ما فيش صدام بينه وبين حد، ما فيش خلاف وما عنديش مصالح شخصيه، فبالتالي هتدار الفتره اللي جايه دي اداره يعني فيها شفافيه، فيها تقدير للانديه في كل حاجه، هيكون للانديه دورها في اتخاذ اي قرار، لان انا يعني شايف ان في الاول وفي الاخر تتقي ربنا في شغلك هتلاقي ان في ربنا بيوفقك، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فانا ان شاء الله باذن الله حريص كل الحرص على ان يكون القرار عادل او القرار طالع من نبع، ما فيش قرار فردي، قرار جماعي. ما قلتليش برضه هتعمل ايه في الملف ده؟ لا الملف ده انت حضرتك باقي 3 ماتشات في الدوري او 4 ماتشات في الدوري 4 اسابيع وعندك كاس مصر، انت صعب التغيير، ولكن في حوار مع المستشار مرتضى منصور. علاقتك بيه كويس؟ الحمد لله طبعا يربطني بيه علاقه محترمه، انا بربطني علاقه بكل الانديه علاقه محترمه. المستشار مرتضى انا اتكلمت معاه واعتقد ان خلال يومين هيبقى في اجتماع مع المستشار مرتضى ومع لجنه الانديه للحرص على ان احنا نستكمل المسيره. بتمنى ان ما فيش تصريحات تطلع من اتحاد الكوره الا عن طريق حضرتك، بتمنى لان كتر الكلام احيانا بيعمل مشاكل، بتمنى كل اللجان اللي انت ماسكها محدش يتكلم في الفتره القادمه الا حضرتك. الفتره الجايه هتشوف حاجه كويسه جدا، وان شاء الله اهم حاجه منتخب مصر ويرجع لنا فايز باذن الله. سعد بيكم وربنا يوفق المنتخب وان شاء الله نستقبلكم واحنا فايزين على الدوري. توفيق. ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل الملاعب. اليوم ده كان العميد ساره السويدة المدير التنفيذي لاتحاد الكره والنائب البرلماني طبعا ورئيس اتحاد الكره من يوم السبت والقائم باعمال رئيس اتحاد الكره. ما تخافوش على ساره السويدة، ساره السويدة مش تلميذ، ساره السويدة هيشتغل 3 شهور الحقيقه هتشوف الاتحاد بشكل مختلف خالص، ان بقى له سنين مع مجموعه وخلاص ايده بقت في المطبخ، نفسه هادي، ما يعني ما يوجدش التعاون مع الاعلام بشكل كبير، شخصيه محترمه جدا. اتمنى له ان شاء الله باذن الله النجاح وكل التوفيق وعلى علاقه جيده بالجميع، وده موضوع مهم جدا. برحب بضيفي ونجم النهارده اللي بيشرفني ودايما مشرفني الناقد الرياضي الكبير طبعا والاعلامي الكبير استاذ عصام شلتوت، مشرفنا فنه النهارده. ربنا يخليك كابتن، كل سنه حضرتك طيب وكل مشاهدي الحياه وكل يا رب اهالينا في مصر بالف خير وسلام. ربنا يخليك يا فندم. ايه الشياكه دي؟ ربنا يخليك انت ابو الذوق وابو الشياكه سيدي. ربنا يخليك يا فندم. الاعلام الرياضي احنا عندنا ملفات كتير قوي، اول ملف هفتحه معاك النهارده، الناس مش عارفه تهدي ولا تسخن، احنا صح احنا غلط، الاعلام ماشي صح، المسؤولين ماشيين صح، الدنيا رايحه فين، احنا مطلوب نعمل ايه؟ مش ماشي صح طبعا، ما فيش مقاييس بمنتهى الصراحه وبعيد عن الكلام المجعلص يعني اصلا لما تفرد مساحه لامر شخصي في قناه او في برنامج يعني ده صعب جدا اولا يعني. الهوا ده ملك الجمهور وملك قضيه تهم الناس، وبعدين يمكن قبل الهوا كنت بقول لك يعني ممكن تكون في خسائر لناس احنا بنحبها ونفتقد وجودها اذا كانوا راعوا حدود فعلا انه يبقى فيه ميثاق، مش حكايه بقى ميثاق شرف وكذا، لا ميثاق وضوابط اعلاميه، يعني حضرتك بتطلع مش عشان تلعب دور وكيل النيابه، حضرتك بتطلع تلعب دور السائل وهو المجيب. عند حضرتك بقى تعليق يجوز، عند حضرتك الرد او الاتجاه الاخر او الراي الاخر يتفضل برضه يدخل ياخد حظه من الهوى او حقه في الرد. ده طبعا مش معمول بيه ويستوي الجميع الا قليلا، يعني مش هجامل يعني وجود حضرتك معايا وانا وجودي معاك، انت كابتن حازم امام، لا في يعني نزعه لانه يبقى فيه حياديه واعلام لائق، وانا بقول ده وعندنا تجارب كتيره، يعني في مساله مثلا ماتشات الكوره اللي بتنقلها القناه المستحوذه على الحقوق، لما مصر بتلعب تونس بيجيبوا معلق مصري ومعلق تونسي وقناة ثالثة معلق محايد. ليه؟ لأنه بيقرروا في اليوم ده أنه يسيبوا المعلق ومشاعره، ومع ذلك أي خطأ في قاموس ومرادفات الحب الزائد، مش هقول بقى الخروج عن المألوف، لا أكيد بيقفوا عند حد، مش عشان هم أفضل مننا، عشان هم بيتحروا الدقة دي عشان مشاهديهم. طب وإحنا مشاهديهم دول؟ ده إحنا وإن شاء الله لازم هنبقى في القريب العاجل عندنا قدر من المنافسة وعندنا إعلام يساوي حجم مصر. طيب ده
لو حضرتك وعصام شلتوت روحته هناك هتتبعوا ده. طب ليه لما بنرجع هنا خلينا نضرب مثل بنفسنا ما بنتبعش ده، ولازم انا اتفالين وابقى نجم الحلقه وابقى نجم الشاشه وابقى عشان نجم، عشان مفيش بروتوكول يحكمني بحكم حضرتك بالزبط. يعني انا مش كل واحد معذور اللي بيغلط، ولا كل واحد بيبص الاقي بس يقول اكيد اكيد، يعني كل واحد فكره ده مثلا ما شاء الله مثلا عالي او سهمه عالي، ده انتقد ده عمل، طب ما دي طريقه جايبه، طب ما انا هعمل كده جايبة. فبنمشي بنفس الطريق. لا في حد النهارده بيقول ده صح ولا حد بيقول ده غلط. اتنين افندم مسؤولين، صاحب المنتج وممول المنتج، والله ما كلام كبير ولا تنظير، صاحب المنتج الادارات المسؤوله عن برامجنا الرياضيه او اغلبها او اللي بيحصل فيها ده ما بتحاسبش اتقاء لفكره ان النجم عليه طلب، الطلب وعصب الاعلام هو الاعلان، تمام؟ طيب الراجل بقى صاحب الحقوق اللي هو المواطن اللي بيشتري يعني كل المنتجات، الاسمنت والمشروبات والمأكولات وكذا، هو لازم يبقى بيلعب دور مهم، وما يقعدش على الفيسبوك يقول الله يخرب بيوتكم دخلتوا بيوتنا وكذا وقلتوا كذا. لا يا سيدي، حضرتك قل المعلن انا لا هشرب ولا هاكل ولا هبني بهذه المواد اذا ما ظل شلتوت وسيف على قناة الحياة. هنا هيحصل ضبط الى ان يعني يفي علينا ربنا بالناس يعني المسؤولة عن الإعلام، لأنه مش معقول يعني رئيس جمهورية ليل نهار شغال كل الحاجات شوية والروح نازلين حتة كده، فنروح رايحين على الأمن عليه أنه يعمل المباريات ويجهز الحاجات. مش ممكن يبقى الناس دي هي اللي عليها كتلة العمل والمسؤولين مش عارفين حتى الأمل 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 والمسؤولين مش عارفين حتى بفلوس. لا يقدر ولا يبقى منحاز ولا يقدر متعصب، لانه اللي بيحاسبه ما يسمى بمجلس الاعلام اللي شرعنا في تنفيذه هنا. هو راح فين؟ هو ما اتعملش ليه؟ هو في ايه بالظبط؟ ولا حد بيديه اجابات. مجلس الاعلام المفروض المجلس الاعلى للاعلام ده بديل وزاره الاعلام لما فككت، وطبعا دي حاجه من التي تحسب للدوله المصريه والرئيس انه مش عايز تاني نرجع لوزارة الإعلام، لأنه الحقيقة وزارات الإعلام دي معروفة أنها في البلدان إما اللي قايمة لسه أو بتاعة الحكم الشمولي اللي هو واحد ماسك العصاية يقول تقول إيه وما تقولش إيه، خلينا صراع. لكن الأجدى هو منظومة المجلس الأعلى للإعلام أو مجلس الإعلام، هي الطريقة مختزلة في اللي بيحصل في هيئة الإذاعة البريطانية اللي هي البي بي سي. كل العالم غش منها، شف منها، نقل منها. بيبقى الإعلام ده لديه قدر كبير من المحاسبه، مش الرقيب، لا بيحاسب. طب اسالك سؤال يا استاذ عصام، وحضرتك طبعا يعني مسؤول عن موقع كبير اليوم السابع، ومعاك يعني في مجموعه محترمه، عمر الايوبي طبعا عمر وفريق شباب زي الفل، كل الناس. انت حضرتك دلوقتي مطلوب منك، انا بذكر كمثال يعني، مطلوب منك اوكيد من من اداره الموقع او الجريده ان حضرتك النهارده بتكتبه عشان تحققوا نسبه مشاهده عاليه جدا. في نفس التوقيت انت في حيره، انت النهارده بتيجي اي موضوع فيه مشكله او فضيحه بينزل بيعمل ملايين، اي حاجه تانية فيها حاجه محترمه او سيستم معين ما بيحققش نسبه المشاهده دي. طب ازاي انت هتعادل وحضرتك النهارده من موقع كبير جدا وجيب عدد اعلانات كبيره جدا وتسويقك بارقام كبيره جدا، ازاي تعادل ما بين النقطتين؟ اعادل بين النقطتين، ويمكن بعض الزملاء انا بفخر ان هم متعاونين مع حضرتك، دايما بقول لهم مفيش حاجه ما بتتكتبش، لكن غيب ضمير انك انت تقول فعلا. انت عندك حاجه مش ممسوكه يبقى اسمها انباء تتردد عن شيء قاله سيف زاهر نقلا عن حد في النص، اقول مين اللي قال لي. لو اشرت حتى بفكره زي ما حضرتك وديتها عند الصحافه المكتوبه مثلا، مقربون من سيف زاهر بيقولوا انه طرح كذا، ولا اغيب ابدا فكره اما الوصول لسيف زاهر او اللي قال عليه حاجه. وانا دايما بقول لهم كده مفيش حاجه ما بتتكتبش، لانه البعض من الشبان بيبقى جاي لك مش بس عشان الدخول ويبقى عامل نسبه، لا بيبقى حاسس انه معاه سر يا سيدي. وبعضهم ساعات المح في نظره انه مثلا يقول لي لا انت مش عاوزني يعني انشر حاجه، زي ما حضرتك قلت هتبقى مسار تساؤلات وتعمل جذب يعني. اقول له لا يا عم، طب ما نكتبها، حضرتك غيب رايك. طب ما في جمله حضرتك بتحمي دلوقتي، يعني في جمله دلوقتي هي الحصانه وهي المصدر،
بالظبط. يعني تيجي تقول لواحد حضرتك النهارده كتبت كده يا فندم، طب اللي حضرتك كتبته ده ما حصلش. لا يا فندم حصل. طب يا فندم حصل، انت حضرتك عرفت منين؟ من مصدر يا فندم. طب مين اللي قال لحضرتك؟ ما اقدرش اقول لك على مصدري. لا ما هو دي بقى خدعه، هنا دي خدعه. انا طبعا ما ينفعش اقول لك على مصدري، لكن لازم اراعي انه لما انت بقى تصمم على حقك القانوني وتطلب حق الرد، ومن ثم اذا رفض في نفس المساحه ونفس طريقه الكتابه وعدد الكلمات ترفعه للقضاء، لازم حواري معاك يبقى مسجل. واقول لك بالمناسبه ما سجلش من وراك عشان يبقى عندي دليل دامغ اسمعه لهيئه المحكمه في جلسه مغلقه. انا بكلمك بقى على قانون. بس الصحافه في حق الرد يا استاذ. المفروض الزبون، انا اسف بين تنصيص يعني، اللي هو يعني روادنا واهالينا ومصادرنا، لازم يصمم انه يروح لده. اذا نشرت له حق الرد منقوص، بينما انا مثلا كتبت 500 كلمه اللي هي تيجي لها مساحه ربع صفحه بصور عنك، وحضرتك طلبت حق الرد، المفترض انها تبقى في نفس المساحه. اذا قلت حضرتك تواصل الشكوى، بيبقى ليها حق التعقيب وانت ليك حق التصويب لكن ولا مره حد يا كابتن سيف مشي الموضوع لاخره. يعني راح واشتكى وعمل دعوى قضائيه مش من بينها برضو انه بيتبلى، وطلب الاثبات والاسناد، وبالتالي هحمي مصدري، لان لما اقوله للمحكمه واطلب جلسه مغلقه المحكمه مش هتقول لحد، لكن اثبتت بالدليل القاطع. انما الكلام العايم ده، مثلا انا صدفتنا انه مثلا حسني عبد ربه زعيم المتمردين، انا وقفت مع زميل اللي كتبها قلت له يا اخي انت بتكتبها كل يوم ليه؟ قال لي يا ريس ما هم كلهم قالوا كده. وبعدين ما قلت له يا اخي طيب يعني منين؟ قال لي ما هو الحاج ابو السعود وهو بيتكلم قال وحسني متزعم. قلت له طب اكتب يعني لو انت منغص عليك حياتك بحسب ما اعلنه السيد ابو السعود رئيس النادي، بحسب ما يعلن دائما ابو السعود رئيس النادي، يبقى انت كده اذا حابب تاخد الوصف اللي وصف ابو السعود على لسانه تستزيد بيها سيدي وهو شويه سخونه، لكن ما تكتبهاش كده مرور الكرام وكان احنا مستنين حسني ها اللي كل يوم نقول انه زعيم المتمردين زعيم المتمردين. انت بقى ليك راي، هناك ما يسمى بكتابه الراي تتحاسب عليه انت بقى والمصدر ده. انا مع حضرتك مليون في الميه. طب اذا في اداره بتحترم ده، وازعم انه عندنا اداره بدءا من الاستاذ خالد صلاح لغايه الحقيقه كل الشبان بيعملوا ده، وده عامل لهم نوع من الكباره عجباهم برضو، وانت زميل واخ عزيز لكنك برضو مثلا في اتحاد الكوره او قبلها في نادي الصيد كنت بين تنصيص مصدر، اكيد كنت بتلمح مين تقدر تتكلم معاه وتبقى عارف ان كلامك محدد، ومين لو قلت له باعتبار انه المصدر والصحافي ممكن تنشا بينهم صداقه ملهاش دعوه بانه اداري عليك او ادلعك. انما ممكن اجاملك مثلا لاني اثق مثلا في وجودك وعدالتك في منطقه ما، يا سيدي ممكن لو عايز ثلاث صور في موضوع وهم 10 متنافسين احطك ضمن الثلاث صور، لانه انا اثق ان وجودك مثلا في نادي الصيد او في اتحاد الكره هو حقيقي، وقدمت ما يمكن ان يكون خير للناس اللي بتثق في مؤسستي، بتشتري الجورنال وبتخش على الموقع وبالتالي في اعلانات. اخد حضرتك في ملف ثاني مهم جدا، ملف اتحاد الكوره. اتحاد الكورة أنا سمعت حضرتك في أكتر من حتة اتكلمت فيه، اتكلمت على اتحاد الكورة ودايما بتكتب، أنا بقرا حضرتك في الجورنان كتير جدا عن اتحاد الكورة. الناس في حالة ترقب، الناس منتظرة اتحاد الكورة القادم بشكل مختلف. الفترة اللي فاتت الناس كان عندها حالة إحباط في الشارع بصفة عامة، وابتدى إما جه سيادة الرئيس ابتدى طور، الناس ابتدت تتفائل على المستوى الرياضي، ابتدينا سنة سنة نرجع، ولكن الناس عندها أحلام كتير وعشمانة كتير. طبعا لأنه هناك فرق بين فعلا اتحاد الكرة الأشخاص وطريقة الإدارة، بس عشان الأغلب الأهم بيننا وبين بعض يعني سنوات طويلة من العمل المشترك كله، والبعض صديق عزيز وغالي وبثق فيهم طبعا، لكن بيبقى سؤالي دايما وحضرتك كنت واحد من اللي سألتهم السؤال ده، هل يرضيك هذا الشكل للإدارة؟ مش طريقتكم انتوا على الترابيزة، يعني مثلا انه الجمعية تبقى أندية لمجرد انها شاركت في حاجات، خلينا صراحة يعني، وتقول لي توسيع القاعدة، ما انا اخليه منتسب وادي له قد ده 10 مرات، بس لا يرقى لمرحلة الصوت قبل ما يستكمل وجود مثلا ملعب ومشروع يقدر يدير نفسه ولو ببساطة، ثم يصبح لديه صوت. يرضيك ان الحكام بدون سماعات؟ يرضيك مثلا انه كريم ده بعد اضحك ساعات مع اللي بيمسكوا اللجنة يا عم هتلوم كريم حلاقة فاسد بيكون مصنع ارميه حتى يبقى شكلنا حلو؟ هي دي الحاجات. هل يرضيك مثلا ان احنا لا زال يوقع لاعب
وهو طالب ومجند، هو عنده حالة أكيد تبع الفيفا تخليه مش عارف نص هاوي ربع هاوي حاجة كده. هل يرضيك إن مدرب يبقى واخد تفرغ من حتة للعمل نص يوم، وأحيانا إذا كان صوب المنتخب يقولك لأنه في مهمة قومية؟ احنا عايزين ندعم وجود الاتحاد المصري ضمن المنظومات الدولية مصر، والناس بقى لو مش عاجبها الكلام ده هيحصل ازاي؟ ده هيحصل لو انتوا بإذن الله ناس بنثق فيها، وانا عندي معلومات ان انت بتفكر جديا انك تخوض التجربة، تبقى بقدر طموح الناس وثقتها فيك مستفيد ازعم انه ولا حد الحقيقة يعني. لكن وجود عادي جدا، انت بتحب العمل العام من حقك، يا رب تكون انت مثلا افضل واحد بتبيع ترمس وتبقى في عضو اتحاد كرة، فعربيات الترمس بتاعتك تجتاح العاصمة. موافقين يا سيدي، موافقين والله، ما دمت لا تستغل كرة القدم لأغراضك الخاصة. طب تقييم حضرتك للتجربة اللي فاتت ايه؟ المجلس اللي فات الحقيقة في افراد اجتهدت، لكن انا ما شفتش جديد الا اذا اعتبرنا انه استكمال يعني منظومة كرة القدم، وان احنا يبقى عندنا دوري ويبقى عندنا المنتخب بطريقة او باخرى بيستعيد عافيته وجهاز الحقيقة يعني اكثر من جيد في الاختيار. اذا كان هو ده الامل المرتجى، فانا اظن انه صعب انه يعني ندي اتحاد الكرة في الادارة اكتر من مقبول، انما في افراد اجتهدت وغيرت حاجات. اول حاجة وانا كنت بتكلم فيها دايما لكن حق الناس ان اقولها، انه بقى في تقليل في عدد مثلا دوري الدرجة الثانية، اللي انا بحلم انه يبقى زي الدرجة الاولى بالظبط، لازم زي كل العالم، ثم تأتي بقى دوريات مجموعات دي. لكن هو في حد في العالم عنده دوري الدرجة الثانية اللي بيتباع ويتسوق وكذا يعني؟ في 100 نادي مثلا. انت متفائل من اللي جاي؟ عندي امل بس مش متفائل. مش متفائل. طب ناخد سريعا استاذ كابتن عاطف حنفي مدير الكرة بنادي سموحة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيف، وكل سنه وحضرتك طيب، ومسي على الكابتن عصام شلتوت، وبقول له كل سنه وانت طيب. بيمسي على اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا كابتن عصام. يعني الحقيقه يا فندم كان معانا دلوقتي كابتن عبد الناصر محمد، وكنا بنتكلم على صلاح سليمان، ويعني ان هو مضى لسموحه ثم تراجع، وقال ان شاء الله باذن الله ربما ان في جلسه ان الموضوع يعني يخلص بهدوء. كابتن سيف، احنا عاده لما بنيجي نتعاقد مع لاعب دايما بنسلك الامور القانونيه اللي هي فيها بنحترم فيها اللوائح. صلاح سليمان وقع لنادي سموحه بتاريخ 9/1 في فتره الانتقالات الشتويه اللي كان باقي له 6 شهور على انتهاء عقده. اخترنا نادي انبي بالتفاوض والتعاقد مع صلاح سليمان. اخترنا اتحاد الكوره بالتعاقد والتفاوض مع صلاح سليمان. خد مقدم التعاقد ومضى التعاقد، ومضى في الشروط الخاصه ان هو في حاله عدم تنفيذ التعاقد بيسدد مبلغ 6 مليون جنيه لصالح نادي سموحه. العقد موجود في اتحاد الكوره، واخدين بيه تاريخ وارد، وموجود عندنا العقد، هو وعقد احمد رؤوف وعقد اسلام جمال. تمام. ده الموضوع. كنت اتمنى طبعا قبل ما يوقع لنادي انبي ان يبقى في اتصال من اداره نادي انبي، وخاصه ان احنا اخترناهم على اساس ان الموضوع يتحل بشكل ودي قبل ما اللعيب يوقع لنادي انبي. تمام. هل يا فندم لسه في يعني فرصه ان يبقى في شكل ودي؟ يعني هل في نيه لشكل ودي لحل الموضوع؟ والله يا كابتن سيف طبعا الموضوع دلوقتي عند مجلس اداره، ولكن احنا عاده يعني اللعيبه اللي بتلعب بمقدرات الانديه المفروض ان يبقى فيه قرار راضي عليها. طبعا كتير جدا من اللاعبين السنه اللي فاتت مضوا لاكثر من نادي، واللعيبه دي تعاقبت او اللعيبه ما تعاقبتش. واحنا لنا واقعه شهيره في الاتحاد بتاعت اسامه لاعب نادي المصري، وقع لنادي سموحه، وقع لنادي المصري، ولحد دلوقتي اللعيب بيلعب ولم يتخذ ضده قرار اداري. يعني ما اعرفش الموضوع. لا عند حضرتك حق، انا متفق، انا متفق معاك. 15/10 موجود في اتحاد الكوره، لجنه شؤون اللاعبين اقرت بحقيقه نادي سموحه باستعاده المبلغ، لكن لم يتخذ قرار اداري ضد اللاعب بايقافه لحد دلوقتي. يعني انا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يعني يكون في وعي شويه من الانديه عند اللاعبين. وانا قلت الكلام ده مع كابتن عبد الناصر لو حضرتك سمعتنا، وقلت له يعني الخطوات اللي الولد اخذها الحقيقه ما كان يجب ان هو ياخدها بالشكل ده. واتكلمنا كتير ان اللعيبه لازم يروح يقعد مع رئيس نادي يبقى عنده هيبه وفاهم النهارده ان هو بيمضي ده عقد، فالامضه لازم تبقى غاليه، لازم تبقى اخر خطوه تعملها الامضه.
ولكن انا عارف المهندس فرج عامر يعني قريب يعني مع اول اتصال ما اعتقدش ان هيبقى في شرط جزائي ولا حاجه، اعتقد ان الامور هتخلص بود. والله يا كابتن سيف احنا اتمنى طبعا احنا علاقتنا مع نادي انبي علاقه محترمه جدا طبعا، وعلاقتنا مع كل الانديه اعتقد علاقه محترمه جدا، واللعيب احنا ما ضربناهوش على ايده عشان يوقع للنادي سموحه، اللعيب جه برضاه ووقع للنادي ومضى على العقود واختار الاتحاد اعتقد، واختار النادي انبي واختار الاتحاد، واعتقد احنا ما كانش مطلوب مننا حاجه اكتر من كده يعني. فاحنا عشان احقيه النادي وحفاظ على حقوق النادي، انت عارف النهارده حضرتك انت موجود في اتحاد الكره وعارف ان في جهاز مركزي بيفتش على النادي، اللعيب تقاضى مقدم تعاقد، بتتعلى عليها الضرائب وبتضاف عليها فوائد الفتره اللي هو موجود فيها بجانب الشرط الجزائي اللي موجود في التعاقد. ما كناش نتمنى ان اللاعب يمضي ويعلن امضائه لنادي انبي الا لما يحل مشكلته مع نادي سموحه، سواء كان انا قلت كده برضه موافق او ما وافقش. ان شاء الله كابتن عاطف الامور تبقى هاديه طبعا، وكلام حضرتك عندك حق مليون في الميه، اتمنى لك ان شاء الله باذن الله كل التوفيق، وبشكرك شكرا جزيلا كابتن عاطف حنفي مدير الكره بنادي سموحه. على فكره كابتن عبد الناصر محمد لما دخل اتكلم الراجل منتهى الاحترام، واتكلم برضه حفاظا على النادي، كل واحد بيتكلم حفاظا على النادي، الناديين ما لهمش علاقه بالموضوع بشكل كبير جدا، ولكن اللاعب مخطئ وفي الاخر الكبار هم اللي ادفعوا النتيجه. ان شاء الله باذن الله يعودوا المسؤولين ويخلصوا القصه، بس لازم يكون في حاجه رادعه لهذه الظاهره. فاصل سريع ثم نعود مع ضيفنا ونجمنا الاستاذ عصام شلتون. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم مع ضيفنا نجمنا النهارده الاستاذ عصام شلتوت. ظاهره برضو ان لعيب يمضي في ناديين هيلاقي ناس تفكها يا كابتن، وانا برضو لو انا اللي عندي الميكروفون كنت هقول له يا ريت بقى بطريقتنا نشوف هنعمل ايه، نشوف هنعمل ايه على هذا اللاعب. بس هو عيني جت مع صلاح سليمان يعني لان دي نموذج متكرر، عشان الولد بس ما نجيبوش هو يبقى هو المصلوب الاوحد يعني. المفروض النموذج ده يمشي المشروع بتاعه للاخر، يدفع الستة مليون والتاني ما يسيبش حقه. وبصراحة شديدة لازم مرة يا كابتن يبقى، بص يا كابتن، من أمن العقوبة أساء الأدب، خلينا صراحة يعني. فإذا لم تكن هناك ضوابط تحترم شكرا، هتفضل كل مرة تبقى مش عارف تمسكها منين، عارف الجيلي بس في الآخر إيه بتوصل عند الضيف كده الحمد لله الجيلي وصل، بس ما خروم من هنا وقع من هنا، المعلقة حرفها ضارب وقعت في الأرض فروحت مسحها في الجاكيت. ليه؟ والكبار هم اللي بيدفعوا الثمن بالظبط. وطول الوقت الناس بقى عندها أمل في الأفضل، الناس بقى عندها إحساس إنه مصر، لا مصر، مصر في أفريقيا زي ألمانيا في أوروبا، ما حدش يعني اللي يقول غير كده يبقى راجل البلد دي ما تستحقش انها تستقبله، مش يبقى مواطن منها. بس انت حط قواعد والتزم بيها. انا مقدر ان بعض الناس التي تحترم وجودها ومواطنتها ونفسها البلد تمشي لقدام، لسه كنت بقول لحضرتك في الفاصل لو جه يعمل كده، ايوه يا عم المناظراتي، ايوه يا عم اللي عايز تعمل لي فيها نمره، ايوه يا عم اللي مش عارف ايه. لكن لو اللاعب ده ما لقاش حد يساعده هيعمل ايه يا كابتن؟ كابتن في نادي عرف مين الوكيل بتاع اللاعب، الوكلاء دول شباب بيلف يضرب المصلحة ويمشي. سيب ناس محترم والله. أنا ما أيوة. أنا بقول في المجمل العام محترمين كأشخاص ماشي، لكن فين البيزنس؟ البيزنس ده له جهات تراقبه ولا لا؟ أنا شخصيا ما أعرفش مكتب واحد ولا شفت يافطة وكيل وبالتالي ضرايب وكذا، محدش يزعل مني. أنا ما شفتش لعيب عنده محامي، أنا ما شفتش مدرب أجنبي بيخلوه يصرف من الفلوس اللي بياخدها، حتى لو أدفع له الضرايب أديله الفلوس وأقول له حضرتك يا خواجة زي بلدكم الايجيبت وزي بلدكم. بس عايز اقول لحضرتك الوكلاء فيهم ناس وشركات وناس عندها مرتبات وضرايب ومنصبين. الباقي بقى الباقي اما هدول اصل دول معروفين، دول انا اسف يعني مش هيتعدوا خمسه وانا مسؤول عن كلامي، لكن الباقي تحت ضغط بقى ان هو راجل بيشقى وبيتعب وانا هعمل ايه انا يا كابتن؟ وانا بنسكت لهم برضه، انا ما مش ببرق نفسي لانه برضه انا مش هاجي علشان اقيس المنظومه والامل فاجي على سيف في موقف معين واقوم شايل الكرسي خبطه بيه، لا، ما هو لازم الاول ناس تقعد عشان تقرر انه من هنا ورايح هذا هو النموذج المطلوب. عشان كده بقول لك بكل اعزاز
وانتوا مجموعه انا بحبها جدا وبثق فيها جدا، بقول لكم انتوا محطوطين على بدايه الطريق وكانكم تبداوا خطواتكم الاولى، لانه الناس والشباب في القلب منهم بقى عينه على كل العالم. يعني انا عايز اقول لك في ماتشات بجماهير اتعملت في مصر، في ماتشات بجماهير اتعملت في مصر، بس انا عايز افهم هو ليه الدخول زي استاد بنزع في العين ما بيتعملش؟ يعني خلص خلص وانجز وخلصنا، ما عندكش الثقافه دي ليه؟ يعني ليه يعني ما نعمل حتى لو فلت مني شويه الجمهور، لانه احنا برضو بنقعد نقول افضل ملاعب في العالم احسن او من احسن لكن افضل ملاعب ازاي؟ وفي ملاعب هو باب واحد وتمشي في ممر كيلو ونص، اول حاجه تعملها ما تخش عايز تتخانق من الدخله اللي انت دخلتها. لا وبعدين انت رايح قبلها بسبع ساعات، وبعدين ثقافه الشباب بقى انا اسف وبقول لهم اهو اللي مصمم انه لا ما يدفعش في التذكره، يعني ايه يعني ما تدفعش؟ اشمعنى بتقعد تقول لي بارسا وريال وبتاع؟ تلاقي الوفات بره حضرتك عمرك ما تلاقي حد واقف، هنا تلاقي الوفات واقفه والماتش ابتدى ومستني يخش ماتش. طب هتخش ليه؟ عارف عنده الثقافه بتاعت ايه؟ الامن في الاخر، مدير الامن هيحن هيفتح للباب وهنخش. ما انا بقول لحضرتك تيجي تلاقيهم هم في الكافيهات اللي بقوا عاملين فيها جروبات وحاجه جميله بيحترموا التشجيع بتاع الماتشات الاجنبيه. طب يا جماعه ما تقولوا لنا انتوا مين بالظبط، ولا عاوزين البلد دي ولا لا، ولا عاوزينها بانهي شكل فيه؟ طيب فلت الجمهور اللي بينظم الماتش جوه، ليه ما بيعملش بوابه كده؟ وانا اسف يعني لو اعلامي معروف صحفي معروف معهوش اي دي كارت ينزل ملعب، ما ينزلش يا كابتن سيف والبوابه دي يعدي والراجل ياخد الكره وهو ماشي ومش عارف ايه يجري على الارض كده، ده الحاجات دي في لعب اطفال يعني. امتى المنتج ده تعرف يا كابتن يتعظم؟ كمان بتبدا في ماتشات الدوري ساعات مثلا يجي اي حد من زملاتنا يعملوا مثلا لقاء في الملعب، تحس فجاه ان اتقلب جامعه الدول، ولد صغير معدي، واحد معدي، مش عارف مين الناس دي. طب الناس دي داخل الملعب ازاي؟ لو ما خدش اللوجو يعني مثلا بتاع الحياه، مش حد لسه ما حطش اللوجو بس بيتكلم بسرعه ومش من اللوجو المعروفه، شاب مثلا جديد وبعدين تصرف ليه يا كابتن سيف قبل الراجل ما يتكلم يعني فاهم؟ لا هو ناس طيبه بس 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 يعني بس الناس دي يعني القواعد فين؟ الناس دي الناس طيبه يعني ما هو يعني من الطيب ما قتل يا كابتن، ما هو مش ما فيش بشر بيساب لهم نوازيهم. كابتن هو المواطن الخواجه بيصحى من النوم بيحترم القانون؟ ما حضرتك عارف ده اوروبا مليانه بلوشار وناس برضو زي ما بنقول هنا صيع بين تنصيص يعني لكن في قانون. الراجل لو عدى مش من على الخط الابيض انسانيا بيودوه المستشفى، بس بيسقط حقه في المستشفى المجاني ومراته وعياله يدفعوا ثمن عربيه الاسعاف. مفيش بقى ابو الكباتن يعدي يحلها ودي ولا اي حاجه. قانون ملزم، قانون واضح، من غيره يا كابتن هتتعبوا، واشخاصكم انا بشفق عليها كلكم بتمتلكوا ثقه عزيزه وغاليه بنيتوها بجهد، لكن ان اوان التغيير يا كابتن سير. لا يمكن ابدا زي ما بقول لحضرتك ان كل الاعمال تبقى متاحه، اللاعب يتغيب لانه ابنه عيان، مفيش الكلام ده. ازاي الانديه اللعيبه ما بتروحش الصبح؟ بص يا كابتن الحمد لله الحمد لله، والله مخرج محترم ياسر عاصم مخرج كبير. انا ليه يعني نقلا عن الكلام جاب صوره تساوي وليد الدجول مخرج كبير برضه، وانت في الاخر واحد يطلعك مش مصري وخاين لانك بتقول يا جماعه ما تقولوش احنا عندنا احسن ملاعب، قولوا من احسن، قولوا ربنا يكرمنا ونحسنها. بص يا كابتن لكن تقول لي من احسن ملاعب مش دول مصريين برضه يا جماعه؟ مصريين يا عم المخرج والنبي اكد لنا انهم مصريين. مصريين بس في الامارات، بس في الامارات، لانه الحقيقه برضه لو لقيت حد من الاسر الحاكمه هتلاقيه داخل بنظام. وانا شفت ده وحضرتك شفت ده يا كابتن سيف. يعني لا يمكن ابدا يكون حبهم حتى لنجم، مش هقول لك لمواطن عادي، ان يتعدى الاي دي كارت او رقم التذكره. هي الناس واقفه في الطابور ومتتبعه. جميل جدا جميل جدا. انا بقى عايز اعرف منظمو المباريات والناس يعني اللي اكل عيشهم على نهر كره القدم العظيم او على شواطئ نهر كره القدم العظيم هيعملوا الابداع ده امتى؟ انا املي انه الشركات التسويق اهي بدات تدخل يعني في مناظرات ومؤامات بشكل قوي. املي بقى ان الموديل ده تتغير. يا ريت يا ريت ان تدخل بقى حيز المنافسه كمان يا كابتن سيف. يعني ليه؟ لانه البيزنس ده وانا عندي دراسه كده ممكن مره بجيبها لك، كره القدم الاحترافيه في جزئها الاول اللي هو التطبيق العادي جدا تستطيع أن تعاون الاقتصاد المصري ب 22.8% من مدخوله. 50 لاعب لو تم الإفراج عن اللاعبين الشبان في سن من 18 ل 19 قبل ال 20 لأوروبا
باسعار زهيده لان المنتج لسه ما تعرفش، مع احترامي لصلاح والنني تحديدا وغيرهم طبعا. والوزير بقى يدي النادي اللي يطلع الولد ده 5 مليون، ما عندناش اي مشكله ونسقف لهم. رايك ايه في الوزير؟ اكمل لحضرتك دي بس الاول. تمام. عارف حضرتك 50 لاعب في اخر سعر خدوا ميدو تحديدا يبقى تحولاتهم كام؟ 50 لاعب قد نفس الشباب في عمرهم اللي هو كان تقريبا حاجه 24 وحاجه سنه في العاملين في دوله الامارات، تحولاتهم بس. ادي باب كمان. الوزير بيجتهد وبيعمل نشاط غير عادي تشفق على شخصه برضه، فاهم؟ طبعا قدم نفسه بمستندات خبرات اكيد محترف شفت بعيني في 2006. انا اسف في اللفظ، يعني هو مسمر نفسه. ايوه. يعني عايز بقى اقول لك ده لفظ يعني اللي هو ايه، عايز بقى اقول لك انه المباني العظمى دي اللي حضرته ومن سبقه، لكن هو الحقيقه عنده تميز انه راجل مصراوي وشقيان شغل. قدم ورق اعتماده. الله عليك. بصبر ونفس مسمر نفسه يعني خلاص. انا مالي بقى قعد في الكرسي بشكل قوي لان قدر ان هو يقدم ملفاته واوراق اعتماده. بقى يقفز على الذين لم ينتجوا طوال 20 ل 30 سنه. انا بقول تكرمهم واجب، عربيه بسواق، مرتبهم وحوافزهم. مصر لا تاكل اولادها يا كابتن والجيل الثاني قصدي. لكن راجل لا كان صاحب قرار ولا له دعوه غير يلبس النضاره ويقول له الماده 18. لا يا معالي الوزير ده كده ملف محتاج وقت، محتاج وقت ومحتاج برضه الدوله تقوي خالد عبد العزيز الحقيقه. يعني مجلس الوزراء تحديدا يقويه ويشرع بسرعه في اخراج قانون الرياضه اللي هو قانون الهيئات الرياضيه، مش قانون الرياضه عامه، اسمه قانون الهيئات الرياضيه. هو اسمه كده اصلا. انا بقول لحضرتك وجواه الاستثمار وفرص العمل وجهاز الدوله بقى. ما انت بتكتشف حاجه، ده انت لما تقول له غير وكيل وزاره باشمهندس خالد حضرتك من واحنا معاك في 2006 يقول لك ده اللائحه لازم ينزل درجات فاضيه من الاحصاء المركزي الاعلى عشان اجيب سيف احطه هو وكيل الوزاره بدل من سين او ص. 30 سنه كابتن اخرس وبتتلقى تعليمات بس لن تكون قياده حتى لو كنت شريف، واخد بال حضرتك؟ بالاضافه بقى للنوعي اللي هو الوزاره الصغيره اللي هي مديريات الشباب، حسبنا الله ونعم الوكيل. ده ما بين بيشتغلوا في مراكز الشباب يقول لك اصل بنديله واحد امتداد. ازاي يا عم هتراقبه؟ وازاي هتشتغل انت اللي جايبه؟ ازاي انتوا بتعملوا ايه؟ التسليكه دي الله يعينه عليها، دي لوحدها الله يعينه عليها، لكنه انا بعتبره مقاتل. بس هيستحمل كتير يعني في الوضع ده؟ لا، هو محتاج في الفرنساوي يقول لك فيرب اتر، الفعل المساعد. هو محتاج مليون فيرب اتر يا راجل علشان فعلا. بس انا شايف الحقيقه ان هو ادي بشكل جيد جدا، ادي نفس هادي. انا بقول امتياز. لكن عايزينه بقى انتاجه ده يظهر. هو محتاج عشان انتاجه يظهر كل الناس تبقى على نفس القدر من الكفاءه يا كابتن سيف. يبقى النادي عاوز يا كابتن سيف، يبقى مركز الشباب عاوز يا كابتن سيف، يبقى في مركز الشباب ما يقولوش كله تمام. والراجل في مركز الشباب انا قعدت مع الوزير وقلب الدنيا الحقيقه، الراجل بيقفل وياخد مفتاح عنده بقاله في البلد. والله العظيم يا كابتن صوته وصوره. راي حضرتك في محمود طاهر؟ والله يعني انا ما اقدرش، يعني ممكن يكون زي ما بيقولوا شهادتي مجروحه يعني، لانه محمود طاهر جه النادي الاهلي سبقه طبعا صلحويته وانه احد الذين عملوا كثيرا للنادي الاهلي قبل بلاء حسن، لكنه في بعض المواقف هو بيزعل يعني لما تقول له كنا محتاجينك في الموقف ده تبقى صالح سليم 100% يعني، دي احيانا بتزعله. لكن طبعا بين اديله كم من 10؟ اديله 8.5 من 10. رايك كيف مرتضى منصور؟ على قد الزمالك الناس معجبه بيه، هو بقى بطل قومي بالابيض في 100 عقبه يعني. لكن لو قلت لي ان مرتضى منصور شايف هو ماشي ازاي، انا بقول ان مرتضى منصور ربما الشهور الاخيره قللت شويه من بعض التصادمات اللي كان بيقع فيها بسرعه جدا. بس بطلب منه المزيد. اذا كانت الاداره هي بناء نادي الزمالك بالشكل ده الحقيقه بعد ما كان يعني صفر من جوه، تقدر تقول ان مرتضى منصور 8 من 10، مفيش مشكله. بس كنت ولا زلت اطمح ان مرتضى منصور في اللي جاي لا يعدل النموذج ده ويبطل يعني فكره انه الصوت العالي فقط هو اللي بيجيب حق الزمالك. وانا دايما بقول له كده يقول لك لا، ما انا ما اجيش على ناس مقهوره يا سيدي الفاضل. ما انت بعد شويه اللي بتشتكي ان الناس المقهوره دي الاحساس بالقهر بيخليها هي كمان تتصور انها لازم تبقى عندها
يعني جزء من عداء الآخر أو جزء من تزكية التعصب اللي هو فكرة كويسة أو ما عدا ضربة شتمة حركة. لكن برضو احنا ما بنضحكش على الناس ونقول لهم لا لازم الاهلاوي يفرح للزمالك اما يكسب او الزملكاوي يفرح للاهلاوي اما يكسب. ده كلام مش في كل العالم يا عم. بس مكسب كبير صلحه مع محمود طاهر، مكسب كبير للكره المصريه ومكسب كبير للاحتقان واهلي وزمالك ولفكر الرياضه وكره القدم في القلب، الصناعه التي يمكن ان تفيد هذا البلد وتجلب لها استثمارات. وفي ظل غياب السياحه العامه انا بقول لحضرتك بمجهود بينهم هما الاثنين وانديتهم تعلى احترافيا ممكن أندية العالم تيجي هنا وبقى عندنا حاجة اسمها سياحة رياضية. الوضع مع محمود طاهر مختلف لأن أخذ النادي الأهلي بإنجازات وبطولات كتير جدا، فالناس كانت منتظرة الرد في أول ثانية، ففي أول خمس ست شهور ظلم، الناس كانت بتحاسب مجلس بشكل قوي لحد ما حط إيده على الطريق ومشي بشكل جيد. النهاردة أنا شايفهم الحقيقة أكثر من رائعين. مرتضى منصور أخذ نادي من تحت الصفر بالزبط. انا رحنا مبارك له، انا شفت تراب ما صدقش انها في نادي الزمالك. لما رحنا تاني وعمل الحقيقه دعوه ورحنا بصينا نادي الزمالك عنده روح شاب، يعني دايما الطموح والحركه وانك تبقى موجود دايما مرتبطه بالشاب، يعني دايما اي رئيس نادي بيعتمد على شبابه. مرتضى منصور هنا الناس تحت بيجري في كل حته، النهارده بيحفر بسين عايزه الميه تيجي بعد بكره، بيحفر مش عارف ايه. دي برضو حاله خاصه، قدروا الاثنين بصراحه في وقت قليل ان كل واحد ياخد مؤسسته في حته كويسه، مع وجود طبعا السلبيات اللي لازم مفيش حاجه من غير سلبيات بتتعالج من الطرفين. محمود طاهر يعني الشخص الهندسم صاحب الاخلاق العاليه اتاخر كتير في غلق فكره انه كل الناس بتقول له احنا وبعد ربنا اللي كنا السبب المباشر في انتصارك المدوي ده، مش حكايه انه من غير الناس، لا يعني كان اسير حب كل الناس. تخيل كده فجأة الناس كلها بتحبك، فالناس كلها انتخابتك، فكل واحد جاي لك على قديمه وباللغة المصرية اللي طلب عايش شوية حنان طبعا. حاسس انه ممكن يبقى لازم تكلمه كل وقت، لانه خلي بال حضرتك هو ما نجحش نجاح الكابتن حسن حمدي. الكابتن حسن حمدي بينجح قبل الانتخابات. ايوه محمود طاهر النهارده ناجح قدام قائمه بالكامل، قائمه ابراهيم مع الاستاذ ابراهيم معلم، وهو قيمه وقامه كبيره واسم كبير في النادي الاهلي، واقف معاه الكابتن حسن وكابتن الخطيب كمان طبعاً. طبعا بنتيجه غير متوقعه. فاحساس الناس وهي بتعامله كل واحد ما بيقول له انا صاحب الفضل ده، هو نفسه بياخد فتره عقبال ما يتخلص من الانتخابات ونتيجتها. هو ده اللي انا قلته له، كان شويه يعني واخد على خاطره، وانا معاك فرصه يعني بقول له كل سنه وانت طيب وانت عارف راينا فيك، لكن هو ده الحمد لله اللي انت عملته، وانا واحد من الناس اللي يعني قريبين منك اتنين ثلاثه قالوا لك نفس الكلام يعني في كلمه واحده لان وقتي خلص. ربما انا كنت حاد لكن قلت لك اول ما تتحرر من ده هتبقى قد الدنيا انت والنادي الاهلي. في ثلاث جمل راي حضرتك في لجنه التحكيم؟ لجنه التحكيم صفر. كابتن جمال الغندور؟ جمال غندور عالمي، لكن إدارة اللجنة حاجة تانية. إدارة اللجنة حاجة تانية راجعة لكابتن جمال؟ طبعا كنت أتصور إنه يجري جري على الحاجات اللي قلتها لك دي. كرتونتين معجون سنان بايظ، ولو يستلف من أي حد حبيبه في الخليج سماعات للناس ويخترع الحكم الخامس. إيه المشكلة يعني؟ أداء التحكيم هيجرب المصري؟ إمتى؟ إيه؟ أداء التحكيم المصري الحكام يعني 7/10 أظن دي بيقولوا رقم جامد قوي في التحكيم. شرفتنا يا فندم ونورتنا وبشكر حضرتك واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ومزيد كده من التالق في مجال الاعلام ان شاء الله. كل سنه وانت طيب، ومن الحاجات الجميله ان انت فعلا عامل النموذج اللي الناس حباه في الاعلام انت والكابتن حازم واخرين يعني. يا رب دايما ورب كل الناس ان شاء الله باذن الله تبقى كويسه. بشكرك يا استاذ عصام، شرفتنا ونورتنا. خلصنا فقرتنا النهارده مع ضيفنا ونجمنا استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي طبعا الكبير والاعلامي الكبير. ان شاء الله باذن الله بكره حلقه خاصه جدا في حلقات الكوره مع الحياه سنه بالليل، وتغطيه ايضا خاصه للمنتخب الوطني. بشكر كل الزملاء اللي كانوا موجودين معايا النهارده، رئيس التحرير طبعا المتالق المبدع دائما عمر الايوبي ومحمد عراقي اسراء خالد كل الناس الموجودين معانا عمرو جاب الله. حد تاني يا جماعه بشكر وليد الدهشوري النهارده اللي شغال على الاخراج، ياسر عاصم مخرجنا الكبير المتالق دائما عمرو حماد عمرو المتناوي وليد الدهشوري. انا قلت والله أول بتوصي عليه تاني عمر. بشكر كل الناس اللي موجودين معانا النهارده، وفي النهايه طبعا بشكر ميبي عبد الهادي مجهود كبير جدا من تنزانيا وتغطيه اكثر من رائعه. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه خاصه من حلقات الكوره مع الحياه. يا رب دايما مصر كده تبقى بخير، ويا رب دايما يعني الشعب المصري يبقى بخير وكل سنه وانتم طيبين. نشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم.